بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل النهاردة مع بعض اللي احنا بدأناه في السيشن اللي فات. آخر حاجة في السيشن اللي فات كنا بنتكلم عنها هي المكونات أو الكومبوننتس بتاعة البيزك كمبيوتر هتكون إزاي. يعني مانو لما بدأ يحط الاركتكتشر بتاعته أو يحط الديزاين بتاعه كان بيفكر إزاي. فقلنا في المحاضرة اللي فاتت إن أول حاجة فكر فيها مانو هي إن يكون عنده، لو تفتكر معايا الكلام اللي أنا قلته، كان عندنا ميموري كام يا حبايبي؟ عندنا الميموري أو البيزك ميموري بتاعته كانت 4 كيلو في 16 بت. دي كانت الميموري بلوك بتاعه، الجزء اللي هيستعمله في الديزاين. فقلنا ان لابد ان يكون الديزاين بتاعك متوافق في الهاردوير مع بعضه. ازاي الكلام ده يا دكتور؟ قلنا اذا ال 4 كيلو ده بيدل على عدد الميموري لوكيشن اللي هتتوفر في هذه الميموري. فقلنا ان 4 كيلو معناها 2 تو ذا باور 2 في 2 تو ذا باور 10. 4 ب 2 تو ذا باور 2 كيلو اللي هو معروف عندنا اللي هو 1024 يبقى بيساوي 2 تو ذا باور 10. ده معناته ان في حال التساوي الاساس يبقى اذا هنجمع الاسس، معنى كده ان انا عندي 2 تو ذا باور 16 تو ذا باور 12 انا اسف 12. طب ده معناته ايه؟ معناته على طول ان دوما بيماثل النمبر اوف ادرس لاينز. طالما عندي 4096 لوكيشن يبقى لازم يناظرهم 4096 ادرس متفرد، يعني مش مكرر. يكون عندي 4096 ادرس منفردا كده، ملوش مش متكرر، تمام. وعليه ده هيستلزم ان يكون الباص بتاعي او الادرس باص بتاعتي تكون اتليست 12 لاينز، تمام. وده معناته، وده طبعا مرتبط بالادرس. يبقى اذا انا عندي حاجتين مرتبطين بالادرس زي ما اتفقنا مع بعض. عندنا الميموري بيونتر بتاعي اللي هو ايه الميموري بيونتر يا جماعه؟ الادرس ريجستر. وقلنا ان الادرس ريجستر ده قلنا انه هيهولد الكرنت ادرس، الادرس اللي هو موضع التنفيذ، مش كده؟ وقلنا طالما عندي كرنت ادرس يبقى الزم لي ايه؟ نيكست ادرس. ده بالنسبه للانستراكشن، بالنسبه لو كان في ايه يا جماعه؟ انستراكشن. طب مين اللي هيهولد الانستراكشن ادرس؟ ها؟ البروجرام كونترول. يبقى الادرس ريجستر مش شرط يهولد الادرس بتاع الكرنت انستراكشر فقط لا غير. وارد ان اثناء عمليه البروسيسنج ان يهولد الادرس بتاع الاوبرانت. يبقى الادرس ريجستر بيهولد كام حاجه؟ حاجتين، الادرس للانستراكشر لو انا بعمل فيتش للانستراكشر، وساعتها بنقول ان الانستراكشر ده هو الكرنت انستراكشر، او بيهولد الادرس بتاع الاوبراند في حاله ان انا بعمل فيتش للداتا بتاعتي اللي انا هجري عليها اجراءات تبع للانستراكشر، صح الكلام؟ يبقى اذا الانستراكشر الادرس ريجستر بيهولد كام حاجه؟ حاجتين، مش حاجتين في نفس الوقت، حاجه من اثنين، يا اما الادرس اوف ذا اوبراند يا اما الادرس اوف انستراكشر. بينما البروجرام كونتر بيهولد ايه؟ حاجه واحده بس، الادرس الخاص بالانستراكشن. الادرس الخاص بالايه يا جماعه؟ الانستراكشن اللي هو بنسميه نيكست انستراكشن، صح الكلام؟ يبقى اذا لازم يحصل توافق ما بين المعلومه اللي انا خدتها دي، ده الكلام اللي احنا قلناه في السيشن اللي فات. يبقى اذا لابد ان يكون كل من الادرس ريجستر والبروجرام كونتر يكون كام بت؟ 12 بت. لازم يكون كام بت يا شباب؟ 12 بت. ليه؟ عشان يتوافقوا من المعلومه اللي انا خدتها من مين؟ من السايزنج بتاعت الميموري. يبقى ده هيكون 12 بت
وده هيكون 12 بت. في اي اشكاليه في كده يا شباب؟ طيب في نفس الوقت دلوقتي الاوبرند بتاعي وفقا لمعيار اللي هو موجود ده قدامي، يبقى طالما الميموري ديت هتبقى هي ميموري وحيده لتخزين الكود، وهي نفس الميموري اللي هخزن عليها الداتا، صح الكلام؟ يبقى اذا كل من الانستراكشن وكل من الاوبرند هيكون الورد لينس بتاعهم كام بت؟ هيبقى عندي دلوقتي هخزن الانستراكشن بتاعتي فين؟ في الميموري، صح الكلام؟ وهخزن الاوبرند بتاعي في اي حته؟ في الميموري، صح الكلام؟ يبقى اذا الميموري دي ال1 ميموري لوكيشن بتاعها كام بت؟ ها؟ 16. هو كاتبها لي، هو قال لي ان الميموري بتاعي ساعتها التخزينيه 64 4 كيلو، يعني 4096 ميموري لوكيشن. الميموري لوكيشن الواحد كام بت؟ انا علي صوتنا بقى ونتفاعل. كام بت يا شباب؟ 16 بت. يبقى اذا الورد لينس دي اسمها يا جماعه الورد لينس. الورد لينس اقصد بيه ايه؟ عدد البت في الميموري لوكيشن الواحد. يبقى الورد لينس بتاعتي هتكون كام يا جماعه؟ 16 بت. طيب 16 بت الورد لينس دي هتهولد ايه؟ اما ان هي هتهولد ها انستراكشن، او هتهولد ايه يا شباب؟ رد على حبايبي الاوبراند، تمام؟ طيب في كلتا الحالات ده هيكون الانستراكشر كام بت؟ والاوبراند كام بت؟ 16 بت. يبقى هنا ده هيكون 16 بت وده هيكون 16 بت، وده معناته ان الريجستر اللي هيهولد هذه الاوبراند او هيهولد هذا الانستراكشر لازم يكون متوافق مع الداتا دي، صح الكلام؟ يبقى اذا الانستراكشر ريجستر هيكون بكام بت؟ 16 بت. طبعا احنا عارفين الانستراكشر ريجستر بتاعي هيهولد ايه؟ انستراكشر. هيهولد ايه يا جماعه؟ انستراكشر. يبقى ده هيكون لازم يكون 16 بت. طبعا احنا عندنا في عندي حاجه اسمها الداتا ايه يا جماعه؟ الداتا ريجستر. طب الداتا ريجستر ده هيهولد ايه يا شباب؟ الاوبراند. لازم يكون هو كمان بكام بت؟ 16 بت. وقلنا سابقا ان احنا عندنا الداتا موضعها الاساسي اثناء عمليه البروسيسنج هتكون احدهما في الداتا ريجستر والاخرى فين؟ في الاكوميليتور اللي احنا كنا بنسميه يا جماعه البروسيسور ريجستر. احنا قلنا في البيزك كمبيوتر كان له فلسفه معينه، احنا بنشرح الفلسفه بتاعته لاننا احنا هنعمل امبلمنتيشن للكلام ده للديزاين ده، فلازم نبقى فاهمين تفصيليا الفلسفه بتاعته. يبقى اذا احنا قلنا في الاوبريشنز بتاعتنا اللي هتتم جوه البيزك كمبيوتر كان دايما احد الاطراف الداتا ريجستر، وده اللي بيهولد الداتا اللي جايه لي من الميموري، والاوبرند الثاني لازم يكون موجود في حته في الاكوميليشن في الاكوميليتور اللي هو داخل طرف اساسي في عمليه البروسيسنج بتاعتي، صح الكلام؟ وعليه لازم يكون كل من مين مين ومين؟ الداتا ريجستر خلاص عرفناها، يكون كمان ايه بقى؟ الادرس ريجستر متوافق، الاكوموليتور متوافق مع الورد لينس بتاع الميموري. ليه؟ لان في النهايه انا هعمل مثلا زي اد لمثلا 8 بت، يبقى بعمل لها اد على 8 بت مناظره، او اند ل 8 بت يبقى قصادها 8 بت مناظره، صح الكلام؟ يبقى اذا طالما ان الورد لينس في الميموري كام بت؟ 16 بت. نعلي صوتنا كام بت؟ 16. يبقى اذا عندي ايه؟ الانستراكشر ريجستر ها، والداتا ريجستر ها، والاكيميليتور كمان لازم يكونوا ايه؟ 16 بت. يبقى هنا لازم يكون البروسيسور ريجستر بتاعي ده اللي احنا بنسميه يا حبايبي البروسيسور ريجستر. ليه؟ لانه مرتبط بعمليه البروسيسنج، ايه العمليات الجامع الضرب الاند اللو الكومبلمنت وات ايفر العمليات اللي هنشوفها مع بعض جوه البيزك كمبيوتر، تمام؟ يبقى لازم ده كمان يكون كام بت يا شباب؟
قلنا ان في بعض الاحيان في البيزك كمبيوتر ساعات بضطر ان انا عايز احط داتا بتاعتي بصوره مؤقته في مخزن مؤقت بهدف ان انا احافظ على اولد فيرجن للداتا دي، بحيث ان انا بعد ما اعمل العمليه بتاعتي استعيد هذه الاولد فيرجن مره تانية لو انا كنت محتاجها في بروسيسور اخر، صح الكلام؟ يبقى انا لو انا قلت الداتا ريجستر مشغول، الاكيموليتور مشغول، تمام، وهم دول الوحيدين اللي بيتعاملوا مع الاوبرند، يبقى انا يلزمني ايه يا جماعه؟ تمبرري ريجستر. يلزمني ان انا يكون عندي مخزن مؤقت في حاله الضروره، في حاله ان انا عايز احتفظ بالاولد فيرجن للداتا بتاعتي دي قبل عمليه البروسيسنج، بحيث ان انا اخزنها بصوره مؤقته لغايه اما تتم العمليه بتاعتي ثم استرد القيمه مره اخرى بعد انتهاء العمليه. يبقى انا محتاج ايه يا حسام؟ مخزن مؤقت. كلمه مؤقت يعني ايه؟ تمبرري. يبقى انا محتاج ايه؟ تمبرري ريجستر. وطبعا انا عارف ان التمبرري ريجستر ده هيهولد ايه يا شباب؟ اوبراند. نعلي صوتنا يا شباب. هيهولد ايه يا شباب؟ اوبراند. يبقى الاوبراند لازم تكون متوافقه مع الورد لينث لمين؟ للاكيميليتور، ها، وللداتا ايه؟ ريجستر. يبقى كمان التمبرري ريجستر لازم يكون كام؟ 16 بت. يبقى احنا في المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم اما احنا قلنا ان في ثلاث مواضيع لازم نتطرق اليهم حينما نتحدث عن الكمبيوتر اورجانيزيشن. قلنا لازم يكون عندنا معلومات عن التايمنج اند كنترول استراكشر، وده شرحناه بشكل او باخر، وهناكد هذه المفاهيم اثناء الكور اثناء الشابتر بتاعنا، وهنشوف ازاي نعمل الكلام ده هاردوير، بس شرحناه كمفهوم في المحاضره اللي فاتت. وبعد كده لسه ما اتكلمناش على الانستراكشر سيت، لكن كنا بنتكلم على الانترنال ريجستر. كده اصبح الانترنال ريجستر بتاعتي مرتبطه او جبت المعلومات الخاصه بيها من خلال سياق الميموري سايز، صح الكلام يا جماعه؟ يبقى الميموري سايز، الميموري لوكيشن، النمبر اوف ميموري لوكيشن اداني معلومات عن الادرس ريجستر، واداني معلومات عن البروجرام كونتر، وقلنا ان لازم يتوافقوا مع الميموري، يبقى لازم كل منهم هيكون كام بت يا شباب؟ 12 بت. الورد لينس للميموري اداني معلومات عن الاوبراند بتاعتي، ان هي سواء كانت انا هولد كود يعني هولد انستراكشر او هولد اوبراند، سواء اوبراند او انستراكشر كلهم هيرتبطوا بالورد لينس للميموري اللي هي كام بت يا جماعه؟ 16 بت. وعليه اذا كل حاجه متعلقه بالانستراكشر ريجستر او متعلقه بالداتا او اللي هي الاوبراند يبقى لازم تكون كلها بكام يا جماعه؟ ب 16 بت. يبقى اذا هنا الانستراكشر ريجستر هيكون كام بت يا شباب؟ 16 بت. الداتا ريجستر ها 16 بت، ها ادرس ريجستر 16، التمبرري ريجستر 16. طبعا هنا مانو هو بيتكلم او هو بيفكر في الديزاين بتاعه. طبعا هنا لقيت دلوقتي انا الكمبيوتر بتاعي مش بيتعامل او مش متفاعل مع العالم الخارجي. ليه؟ لان هو متفاعل الان مع ايه بس؟ مع الميموري فقط لا غير. يبقى الكنترولر بتاعي او المايكرو كمبيوتر بتاعي بيتعامل مع الميموري فقط لا غير، والميموري بتبقى مصحوبه مع الشيب بتاعته. طيب انا عايز ادخل الكود بتاعي. ادخله ازاي؟ يبقى انا محتاج كيباد، صح، او كيبورد ادخل من خلالها الكود بتاعي. يبقى انا محتاج اتواصل مع العالم الخارجي اللي هو قد يكون متمثل في البروجرامر بتاعي اللي هيستعمل البيزك كمبيوتر ده، مش كده؟ يبقى انا محتاج ان انا اديله اداه انبوت ديفايس اتعامل معاه، صح الكلام يا جماعه؟ يبقى انا محتاج اتعامل مع ايه يا جماعه؟ انبوت ديفايس. طيب هنا البيزك كمبيوتر في وقت اما تصنع كان نتكلم عن الداتا بتخش سيريال، يعني بيت باي بيت، قصدي كاركتر باي كاركتر، حرف حرف، والحرف ده بيتمرر للبيزك كمبيوتر من خلال الاسكي كود لهذا الكاركتر اللي هو الورد لينس بتاعه كام الاسكي كود ده؟ 8 بت. يبقى اذا انا لازم اوفر، طبعا هنا الكيبورد بتاعتي مش في نفس سرعه المايكرو بروسيسور، الكيبورد مش في نفس سرعه الايه يا جماعه؟ المايكرو بروسيسور، فلازم يبقى في توافق. يعني بمعنى ادق انا مش اللحظه اللي انا هضغط فيها على الكي جوه البورد بتاعتي هي اللحظه اللي المايكرو بروسيسور هيستلمها، وارد انه ما يكونش هي نفس اللحظه. يبقى انا لازم اعمل عمليه التزامن ده، اعمل عمليه سنكرونايزيشن ما بين مين ومين؟ ما بين الكيبورد اللي هي المفروض فيري سلو، والمايكرو بروسيسور اللي هو المفروض فيري ايه؟ فيري فاست.
مش كده؟ يبقى انا اذا عشان الداتا بتاعتي دي او الكاركتر بتاعتي ده ما يضيعش معايا، يبقى لازم صحيح انا ضغطت عليه وهو الكيبورد عملت سنت للاسكي كود، بس ما ينفعش ان انا اقول ان في اللحظه دي هو المايكرو بروسيسور استلم. ما عنديش جارانتي، ما عنديش ضمانه تقول لي ان الكاركتر اللي انا ضغطت عليه المايكرو بروسيسور استلمه، صح الكلام؟ وعليك هيبقى في حاجتين هي مش باينه في الاستراكشر بتاعه دلوقتي، حاجتين. حاجه بتقول للمايكرو بروسيسور ان في كاركتر موجود يا ريت تستلمه، زي اعلام كده زي كده الموبايل بتاعك اما بيديلك فلاش في الموبايل بتاعك ان جات لك رساله واتس من فضلك اقراها، مش كده؟ فتلاقي ان اللمبه بتاعت الايه الموبايل بتاعك بتايد وتطفي كاشعار ان في ايه رساله جات لك على الواتس، صح الكلام؟ وعليه حضرتك اذا كنت فاضي بتبدا تبص على الواتس وتشوف القراءه بتاعت الرساله دي، صح الكلام؟ اذا كنت مش فاضي خلاص انت عارف ان في ايه رساله اما فضيلك هرجع لها، صح؟ اما افضى هرجع لها، صح الكلام؟ كذا الحال هنا هتلاقي عندك في الموضوع ده محتاج من ضمن المدخلات الانبوت ريجستر، وقلنا ان الانبوت ريجستر هو هيترمز له بالرمز اي ان تي ار، اي ان تي اللي هي الانبوت يعني اختصار لكلمه انبوت، اي ان تي ار اختصار او اول حرف من كلمه ريجستر، فبقى عندي اي ان تي ار اللي هو الانبوت ريجستر. طبعا هنا ده هيهولد الاسكي كود للكاركتر اللي هو هيكون كبت يا شباب 8 بت. مش بس كده، علشان تكتمل وده هنشوفه بالتفصيل بعدين، عشان تكتمل الرؤية بالنسبة للبيزك كمبيوتر بالنسبة لمانو، قال لك أنا هعمل فلاج ريجستر اسمها الـ FGI. فلاج ريجستر طبعا احنا عارفين الفلاج إن هي كام بت يا جماعة؟ 1 بت. 1 بت يعني معناها يا زيرو إيه؟ يا 1. سي حضرتك عملت بريس على كي وسي إن الكيبورد سند الأسكي كود حطه في الإنبوت ريجستر، هتفضل الفلاج ريجستر بتاع الانبوت ايدا او بمعنى ادق ست فيها واحد طول ما الكاركتر ده لسه ما استلموش المايكرو بروسيسور، تمام؟ يبقى معنى كده ده زي الاشعار اللي حضرتك بيجي لك ان في رساله ما وصلت على الاكونت بتاعك بتاع الواتس، ده نفس الاشعار. يبقى هنا الاف جي اي دي فيها قيمتين، الاف جي اي بتساوي واحد معناها ان في اسكي كود لكاركتر موجود في ناحيه يا جماعه في الانبوت ريجستر، ده اشعار للمايكرو بروسيسور. سي ان المايكرو بروسيسور اكسبتد الكاركتر ده، بقى في اي الزام ان الاف جي اي تبقى بتساوي واحد؟ لازم يتتبعها على طول ان الاف جي اي تساوي كام يا جماعه؟ نعلي صوتنا يا رجاله. زيرو. يبقى اذا هنا اف جي اي بتساوي زيرو معناها ان الكاركتر اكسبتد. يعني انا خلاص انا استلمت الكاركتر خلاص، زي ما حضرتك وانس اللي انت فتحت الواتس وانس اللي انت عملت ريد للمسج وانس هتلاقي ان اللمبه لسه بتيجي وتطفي ولا خلاص طفت؟ يلا رد عليا، طفت، صح الكلام؟ يبقى انا كده عرفت، يبقى انا كده بدات ان انا احط اداه توصلني بالعالم الخارجي. الأداة دي ممثلة في إن أنا هستلم الداتا بتاعتك من بره أو الانفورميشن بتاعتك من بره كاركتر في اللحظة الواحدة، وهتبعتها لي في صورة اسكي كود اللي هي في صورة 8 بت، يبقى أنا إذا يلزمني انبوت ريجستر مصاحب طبعا بالاف جي اي اللي هو الايه الفلاج اللي هتديني اشعار بان في كاركتر موجود في الانبوت ريجستر من عدمه. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ طيب ايه كمان من ضمن التفاعل الخارجي؟ انا كده استقبلت من بره، طب في حاجه طلعت من جوه للي بره؟ يبقى انا محتاج برضو اداه او ريجستر ابعت الكاركتر بتاعتي اللي انا عايز اظهرها لمين؟ لليوزر، مش كده برضو؟ يبقى انا برضو هيلزمني هنا ريجستر الثامن اللي هو الاوتبوت ريجستر، وده برضو اللي هو الاوتبوت ريجستر،
وده هيكون 8 بيت برضو. ليه؟ لان نفس الاسلوب اللي انا بستلم بيه هو نفس الاسلوب اللي انا بخرج بيه. انا بقدر استلم في اللحظه الواحده 1 كاركتر، يبقى اذا انا هسند في اللحظه الواحده كم كاركتر؟ 1 كاركتر. معايا؟ هيكون الكاركتر ده برضو 8 بيت، لانه هيكون هو الاسكي كود للحاجه اللي انا عايز اخرجها. هتكون ايه يا جماعه؟ الاسكي كود للحاجه اللي انا عايز اخرجها، ولازم يبقى معاها برضو ايه يا شباب هنا؟ اللي هي الاوت الفلاج، سوري فلاج للاوت، فلاج ريجستر للاوت. يبقى انا كمان زمان اما هطلع الكاركتر ده انا عايز حاجه تقول لي ان انت استلمت الكاركتر ده ولا لا، عشان لو استلمته ابعت الايه؟ اللي بعديه وهكذا. يبقى برضو الاف جي او يبقى فلاج للاوت، يعني بقول ان انا بعت اسكي كاركتر، بقول للاوت ديفايس. المره دي انا بكلم مين؟ الاوت ديفايس. الاوت ديفايس بتاعتي هيستلم كاركتر ات تايم، كاركتر واحد في الايه؟ في اللحظه الواحده. يبقى انا ببعت الكاركتر على الاوت ريجستر وبعدين له اشعار، اشعار بس المره دي الاشعار لمين؟ للاوت ديفايس. بقول له يا اوت ديفايس انا بعت لك كاركتر يا ريت تستقبله. يبقى اذا الاوت الفلاج بتاعتي المره دي او دلاله على كلمه ايه يا جماعه؟ اوت. يبقى الاف جي او لاب 1 معناها ان انا بقول للديفايس بتاعي اف جي او، يبقى انا هنا بعمل سيت للاف جي او للاشاره الايه؟ للاشاره ان انا بقول للاوتبوت ديفايس، مش للمايكرو كمبيوتر يا شروق، للاوتبوت ديفايس برينتر مثلا او سكرين ان انا بعت لك كاركتر يا ريت تستقبله. طبعا هتبقى بواحد. طب افرض الاوتبوت ديفايس استقبل هذا الكاركتر، هتبقى ريسيت، تبقى تساوي زي. يبقى اذا هنا المفاهيم دي كلها ما بتتحفظش يا شباب. المفاهيم دي كلها لازم تكون مبنيه على فلسفه معينه. الفلسفه وضحت ولا لسه فيها بعض الغموض؟ تمام يا جماعه؟ يبقى انا من خلال معلوميه صغيره عن طبيعه الميموري امكاني ان يبقى عندي زخم كبير من الانفورميشن. تمام؟ ربطنا السايز بالادريسنج، ربطنا الكلام ده بالاوبراند والانستراكشر، وقلنا انا محتاج ايه من الريجستر علشان اهولد انستراكشر او اهولد اوبراند. بعد كده عشان نتعامل مع العالم الخارجي يبقى ربطنا برضو اللي هي المستلزمات اللي انا عايزها متمثله في الانبوت ريجستر والاوتبوت ريجستر والفلاجز اللي هتبقى بالنسبه لي وسيله لان انا اتعرف على الحاله بتاعه الكاركتر ده ان هي تم استقباله من عدمه. في اي استفسار في الحته دي يا شباب؟ رد على حبايبي. طيب الاستراكشر ده كله هيخش في بعضه ازاي؟ فطبعا الرسمه اللي موجوده قدام حضرتك دي ده دايجرام، يعني مجرد افكار بتتحط على الورق لسه ما تحولتش لخطوات اجرائيه في الديزاين، لكن هي مرحله بحاول اعيشك فيها مخاض الفكره بتيجي ازاي، ازاي الفكره بتتولد في ذهنك، وازاي تبدا تحطها على ورق، وبعد كده ازاي يا عبد الرؤوف احط تفاصيل الديزاين. خلاص بقت عندي افكار ممكن انفذها. يعني دلوقتي اصبح لو انا بوزع تاسكات على الجروبس بتاعتي بقول مثلا لبنتنا مثلا شروق، يا شروق انت هتعمل لنا، طبعا خدت لوجيك ديزاين، هتعمل لنا ريجستر عددهم 1 2 3 4 يكون كل واحد منهم 16 بت. طبعا انت مش ملزم تعمل نفس الديزاين بنفس العدد الضخم ده من الداتا، لكن خلاص بيت وانس انت هتقدر تحط افكار مناظره او افكار مشابهه بس بعدد من الاوبراند اقل. فاهمين قصدي يا شباب؟ بس اصبح انا عندي خدت فلسفه من كورس بتاع الديجيتال ديزاين ازاي اعمل ديزاين للريجستر باستخدام الفلي فلوبس. معايا؟ هقدر اعمل الديزاين ده، او هروح اشتري ريجستر انا عارف هشتري انهي ريجستر تحديدا، ريجستر 8 بت، ريجستر 16 بت، وفقا للديزاين اللي انا حاطه. فاهمين قصدي يا شباب؟ اصبح عندي امكانيه دلوقتي لان انا ابدا اعمل امبلمنتيشن لبعض الافكار. تمام؟ طيب ازاي هوصل الكلام ده، او هو عمل ايه علشان يوصل الكلام ده؟ لازم تبقى عارف ان الريجستر بتاعتك هو له وضعيه من اثنين لا ثالث لهم.
إما أن يكون الرام هو السورس أوف داتا، الريجستر بتاعي ده يكون السورس، أو يكون الديستنيشن المستقبل لهذه الداتا. في وضعية ثالثة للريجستر، إزاي أنا أقدر أعمل توافق؟ هو راح جاي قال لك والله أنا هيبقى عندي كومن باس. كومن باس يعني يا دكتور احنا ما كناش بنعمل كده في الترم الاولاني، انا بتكلم على امبلمنتيشن لبيزك كمبيوتر. احنا كنا بنقول ان احنا في الترم الاولاني كنا بنقول عندنا 3 باسز، عندنا يا جماعه 3 باسز، ادرس باس، داتا باس، ها كنترول باس. هنا اصبح عندي اول فلسفه كانت بتدور في ذهن المانو ان انا عندي كومن باس. يبقى اذا الباص بتاعي طبعا الباص ده كله متصل من تحت، فمين قصدي شباب؟ بس الرسمه ما ساعدتنيش، يعني هنا ده متصل بده، يعني ما عنديش تو باسز، هو يا جماعه وان باص، يعني حضرتك بس وصل الاثنين دول ببعض من هنا كده. ماشي شباب؟ ده طبعا حجمه 16 بت كومون باص، 16 بت كومون باص. يعني ايه 16 بت؟ ليه 16 بت؟ حبيبي لو انت دققت في الالفاظ اللي انا بستعملها جوه المحاضره واللي انا بمهد بيها لشغلي دايما تقوها، تعرف ان انا في النهايه القاء الباص ده هيهولد الاتي، هيهولد الانستراكشر اللي انا هعمل له فيتش من الميموري فيه، يعني الميموري جوه الانستراكشر. طب الانستراكشر ده عشان يتنقل للانستراكشر ريجستر يبقى لازم يكون في باص هنقل من خلاله 16 بت بتوع الانستراكشر دومن الى الانستراكشر ريجستر، يبقى لازم يكون في مسار هيمشي فيه، ولا كده هيتنقل كده بالبلوتوث؟ رد على حبايبي، اكيد من خلال باص، اكيد من ايه؟ خلال باص. يبقى اذا لازم الباص ده يكون متوافق هو الاخر مع مين يا جماعه؟ مع الميموري. مفيش هبد في الموضوع. يبقى انا عارف ان الميموري هتهولد الانستراكشر او هتهولد اوبرانت. هتهولد ايه وايه وايه يا شباب؟ انستراكشر او اوبرانت. وعليه اذا كان اللي انا هستقبله انستراكشر فانا محتاج ان يكون اللاينز بتاعتي عدد الادرس عدد اللاينز بتاع الباص بتاعي يكون 16 لاينز. ليه؟ لان كل لاينز في النهايه هيستقبل 1 بت من ال 16. يبقى اذا الباص بتاعي لازم يكون 16 او اوبرانت. احنا لسه متفقين الداتا ريجستر والانستراكشر ريجستر والاكوموليتر والتمبرير ريجستر كلهم هيكونوا 16 بت. ليه؟ لانهم مي بي هولد انستراكشر مي بي هولد الاوبرنت. يبقى اذا الكومن باص بتاعي لازم يكون هو بالتالي كام بت؟ 16 بت. هاي هولد الانستراكشر عشان ينقل من خلاله الانستراكشر او ينقل من خلاله الاوبرنت. واحد يقول لي يا دكتور وقعت برجليك في الخي. اي خي يا باشمهندس؟ مين يقول لي الخيه اللي هو متخيلها في دماغه دلوقتي؟ الادرس. ابو اوف يا مش بتكلم دلوقتي على الداتا في نفس الوقت، ولا انا هقول لك الكلام ده حلها ازاي؟ لكن بيتكلم دلوقتي الادرس. حضرتك انت قلت لي الادرس كم؟ الله جرايه يا ريس، انت بتقول ان الكلام ده مش هبد، بدات تهبد انت كمان؟ لا يا حبيبي انا ما هبدتش ولا حاجه. طب الادرس انت قلت لي كم؟ طب انت عندك دلوقتي الداتا لاينز بتاعتك كم؟ طب ما هو ده الكومن باص، يبقى الكومن باص هيهولد الانستراكشر هيهولد الاوبرند، وكمان المفروض يهولد الايه؟ الادرس. بس الادرس كام؟ وانت قايل كام؟ عندي مشكله يا دكتور دلوقتي، صح؟ ظنك ذلك، وهي فعلا مشكله ما لم يتحط لها اسلوب ما للتعامل به. ايه المشكله او طبيعه المشكله؟ لو بالفرض يا دكتور انا هاخد الداتا اللي في البروجرام كاونتر اللي هي كام بت؟ عايزكم كلكم تصحصحوا كام بت؟ عايز انقلها لمين؟ الادرس ريجستر في اول طريقه الفيتش اللي هو كام بت؟ هنقلها على كام بت؟ يبقى في عندي اربعه هعمل فيهم ايه دومات؟ لا ما فيش حاجه اسمها، ده اسمه هبد اللي انت بتقوليه ده يا شروق. ابندد باي زيرو، ابندد باي زيرو، ده انا كنت عايز استكمل. ده انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي مشكله دلوقتي. عندي 12 بت ادرس لاين، نسمع حبايبي. عندي 12 بت في ناحيتها؟ في الادرس ريجستر. وعندي 12 بت زيهم فين؟ هستحطهم فين؟ في البروجرام كاونتر او موجودين في البروجرام كاونتر عايز احطهم في الادرس ريجستر. يبقى اما اجي اعمل بقى لود الكونتينتس بتاع البروجرام كاونتر على 16 بت هيجي على الليفت موست
مش ال... الاخت شروق كان بتقول لي يا دكتور بس بسيطه ابندد باي زيرو. ابندد باي زيرو معناها ابندد، كلمه ابندد معناها البادئه بتاعتك هي اللي هتكون صفر. كلمه ابند معناها ان انا هاجي في البدايه واحط ايه صفر، ده معنى كلمه الابند. ابند يعني بدايتي البادئه بتاعتي هتكون صفار، ده معنى كلمه ابندد باي زيرو اللي اختنا شروق كانت عايزه تلمح ليها، اللي احنا كنا بنعملها ايام ما كنا بنتكلم على السيجمنت ايه يا جماعه ريجستر، على السيجمنت ايه ريجستر. لكن هنا بيقول لي الليفت موست، كلمه ليفت موست معناها ايه يا جماعه؟ الليفت موست يعني اللي ايه في ناحيه الشمال اللي هي مش الابند بقى. يبقى الليفت موست 4 بت هيكون صفار، وده محتوى البروجرام كونتر. يعني محتوى البروجرام كونتر واتفر هنتكلم بقى هيكسا ديسيمال، تمام، معروف ان ده هيكون زيرو هيكسا، وهيكون محتوى البروجرام كونتر ايا كان اللي هم دوم ال 12 بت دوم ال 12 بت دومات هو محتوى مين يا شباب؟ البروجرام كونتر. ايا كان البروجرام كونتر كان فيه كام معلومات ايه؟ صفار كلها وحايد كلها واحد وصفار، ايا كان محتواها هنعمله اكس 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 اكس. معناها ايه يا جماعه؟ يعني ايا كان الايه المحتوى، هذا المحتوى ايا كان هذا الايه يا جماعه المحتوى. هنيجي على الليفت موست، طبعا بتكلم هيكس بقى، يبقى الليفت موست ديجيت اللي هو هيكمل لي 16 بت هيكون بكام يا جماعه؟ بزيرو. طبعا انا معروف ان الهكس هيكون كام بت يا شباب؟ 4. يبقى اذا ال 16 بت 12 منهم هو محتوى البروجرام كونتر ايا كان هذا المحتوى، لكن هتبع هذه ال 12 بت بايه يا جماعه؟ ب 4 زيرو اللي هي بتملى 16 خانه. كده اصبح عندي 16 بت. ده اللي البيزك كمبيوتر هيعمله. ده اللي البيزك كمبيوتر ايه؟ هيعمله. هيجي على الليفت موست مش البادئه، على الليفت موست يعني الناحيه اللي ايه؟ الشمال من الديجيتس بتاعتك، ويفلها يعمل فيلنج لها بايه يا جماعه؟ بصفار. كده اصبح عندي 12 بت جايين لي مثلا من البروجرام كونتر، وديا الزيرو ده البيزك كمبيوتر هيعمل فيل لها بصفار، تمام. ويبقى كده اصبح عندي امكانيه ان انا اهولد الادرس بتاعي اللي هو جاي لي من البروجرام كونتر على الكومن باس بتاع اللي هو 16. هتقول لي ماشي هبلعها دي، طب اما اجي اخد منه انا بقى معايا هاخد منه ازاي؟ هقول لك دلوقتي اسهل من ان انا اعمل فيل. ليه اسهل يا دكتور؟ لان انا عندي 16 لاين، عندي 16 ايه لاين، والريجستر بتاعي كام بت؟ 12. يعني كام سيل؟ 12 سيل، كل واحده لها كام انبوت؟ 1 ام. خلاص هاخد 12 سلكه واسيب 4، هاخد ال 12 سلكه من الادرس باص الاولانيين بطبيعه الحال ادخلهم على ال 12 سيل اللي موجوده فين؟ في الريجستر بتوعي. طب والاربعه التانيين ماليش دعوه بيهم، اصل هم اصلا ايه؟ اصفار، ومش ليا ساعه لهم، ما عنديش ساعه لهم. يبقى انا هاخد ايه؟ هسلكت اول كام يا جماعه؟ اول 12 لاينز اوصلهم بمدخلات مين؟ الادرس ريجستر. يبقى انا حليت المشكله ولا ما حليتهاش؟ عايز تفاعل يا شباب؟ حليت المشكله ولا ما حليتهاش؟ حليتها من خلال الاسلوب ده او الفلسفه دي. يبقى اصبح هنا مفيش حيره في الفلسفه المانو في الامبلمنتيشن، لان انا دايما هو بيتكلم بس انا بفكر في ازاي تو هاو تو امبلمنت. انا كمهندس لازم يكون تفكيري في ازاي الافكار والفلسفه المطروحه دي هل هي استطيع ان انا انفذها ولا لا. يبقى اذا هنا كان عندي ملاحظه، او كان المفروض ذهنك يدور في خلاف فلك هذه الملاحظه اللي هي ايه؟ ما عنديش مشكله مع الانستراكشر، لان الانستراكشر سعته 16 بت، الانستراكشر ريجستر هيستقبله في 16 بت، خلاص ما عنديش مشكله معاها، هعمل له كومن باس 16 بت، ما فيش في تناغم. الاوبراند بتاعي سواء اللي رايح للداتا ريجستر فالداتا ريجستر 16 بت، او للتمبرير ريجستر فهو 16 بت، والاوبراند اللي موجود في الميموري 16 بت، بقى في تناغم للكومن باس انه يكون 16. الإشكالية فقط في إن أنا هاو تو سنت 12 بت على 16 لاينز، أو إن أنا أكسبت 12 بت من 16 لاين، اللي هي بتظهر إمتى؟ محاولة إن البروجرام كونتر إنه يبعت الأدرس على الكومن باص هيبعت 12
يبقى انا عندي مشكله في 4 بت. قلنا هنعمل فيلنج لهم بايه يا جماعه؟ بصفار. في اللحظه دي بصفار. طب وانا بستقبل هستقبل اول 12 بت من خلال ان انا اخد اللاينز بتاعتهم وادخلها على الانبوتس بتاعه السيلز اللي هي مكونه للادرس ريجستر. يبقى انا بستقبل هنا برضو 12 بت. يبقى انا حليت الاشكاليه او ما تراه انه معضله لكنه في الامبلمنتيشن سهل التنفيذ. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ نعلي صوت يا شباب. في اي اشكاليه يا شباب؟ كلنا فاهمينها يا شباب؟ عظيم جدا. طيب يا دكتور احنا خلاص فهمنا ان الكومن بس ده خلاص ولا لسه مش مفهوم؟ يبقى الكومن بس ده هستقبل منه وهحط عليه، يعني هاخد منه هستقبل منه الداتا او هحط عليه الداتا بتاعتي. وقلنا ان الريجستر وهو بيبعت الداتا بيكون السورس اوف ذا داتا، وهو بيستقبلها بيكون الديستنيشن. طب ازاي انا بقى هو المايكرو كمبيوتر ده حته حديده، ازاي اعرف ان انا السورس او ان انا الديستنيشن او ان الداتا اللي محطوطه دي؟ لو تلاحظوا يا شباب ان الثمانيه ريجستر بتوعي كلهم متصلين بالكومن باس، يعني ده كلهم الاوتبوت بتاعهم متصل على الكومن باس، والداتا الافيلبل على الكومن باس كلها متوفره ظاهريا على الميموري والداتا ريجستر والادرس ريجستر والبروجرام كوانتر وكل الريجسترز دي متصله بالكومن باس. يعني الانبوت بتاعها كلتها متصله بالباص والاوتبوت بتاعها كلتها متصله بالباص. هل معنى كده يا دكتور ان كلهم ات ذا سيم تايم از ا سورس وكلهم از ذا سيم تايم از ا ديستنيشن؟ ده بره اللوجيك خالص الكلام اللي انت بتقوله ده، لو كان التصور ده هو اللي في ذهنك. طب السؤال بقى، طب ازاي هحدد which one is a source and which one is a destination؟ انهي واحد المايكرو او البيزك كمبيوتر هيبلغه ان انت مصدر الداتا فمن فضلك حط الداتا بتاعتك، وانا واحد هيكون هو المستقبل من فضلك استقبل هذه الداتا؟ هيجي فلسفته ان هو بيقول لك انا هسمي كل عنصر من العناصر اللي موجوده دي برقم اللي هو مجاور للشكل اللي قدامك. هتلاحظ ان الادرس ريجستر ترقيمه كام؟ واحد. يلا نتفاعل مع بعض. الادرس ريجستر يبقى قدامه واحد، البروجرام كونتر اثنين، ثلاثة، الداتا ريجستر اكوميليتور أربعة. هتلاحظ ان الانبوت هنا ملوش ترقيم لان الانبوت ريجستر مش متواصل مع كل العناصر، هو متواصل مع عنصر واحد مع الاكوميليتور، فهو مدي للاكوميليتور مش بياخد من حد لان بياخد من بره. بياخد منين؟ من الكيبورد، بس ما بياخدش من الداتا ريجستر، ما بياخدش من الانستراكشر ريجستر، ما بياخدش من التمبريري ريجستر، ما بيقدرش يهولد حاجه من الميموري اصلا، لان الميموري كام بت؟ 16. نرد، الميموري كام بت؟ 16. الانبوت ريجستر ينفع؟ ما فيش. يبقى اذا هي وسيلته الوحيده ان يبعت الداتا بتاعته للاكيوميليتور لاسباب ما هنشوفها دلوقتي هتبقى ازاي. يبقى اذا هو مش هياخد من الكومن باس ولا هيدي للكومن باس. لا هياخد ولا هيدي. ليه مش هياخد؟ لان جاي لي منين؟ من الكيباد بتاعت اللي انا هوصلها على في البيزك كمبيوتر او الكيبورد بتاعت الصغيره انا هوصلها على الكيبورد على البيزك كمبيوتر، صح الكلام؟ فمصدر الداتا مش الكومن باس، وفي نفس الوقت مش هبعت للداتا ريجستر ولا للميموري ولا للادرس ريجستر ولا للبروجرام كونتر، يعني مش هتواصل غير مع عنصر واحد بس اللي هو مين بالنسبه لي العنصر ده؟ الاكيوميليتر اللي هو البروسيسور ريجستر بس. خلاف كده انا ماليش دعوه بحد. يبقى انا هاخد من الـ من الـ من الاخرين. رد عليا بصوت. هدي للاخرين يبقى انا يلزمني يكون ليا ترقيم؟ لا. فمن قصدي كذا الحال الاوت ريزيستر. الاوت ريزيستر مش هياخد الا برضه من الاكيوميليتور، او هياخد من الاكيوميليتور بس المره دي از ديستنيشن مش از سورس، يعني مش هو اللي هيدي، فبرضه ملوش ايه؟ ترقيم. لكن الباقي الريجسترز والميموري هتلاقي كل واحد ليهم ايه؟ ترقيم. هتلاقي الميموري ترقيمها السابع، احنا وصلنا لان الاكيوميليتر هيبقى الرابع، الانستراكشر ريجستر الخامس، اند التمبرير ريجستر هيكون ايه يا جماعه؟ السادس. وفقت. طيب ايه بقى المغزى؟ المغزى من خلال ثري سيلكشنز اللي قدامنا دي، طبعا زي ما احنا هنشوف الديزاين بتاعنا
اي داتا باس او اي ادرس باس هو عباره عن ملتبليكسرز في النهايه. من خلال الاس نوت والاس 1 والاس 2 اقدر ان انا احدد الرقم من 0 ل 6 من 0 ل 7 معايا. يعني اس 1 اس نوت واس 1 واس 2 فور اكزامبل، مثلا لو انا قلت كده 0 1 0 انا بعمل سيلكشن، او الدايره بتاعت اللي هتعمل سيلكشن بعتت الكود 0 1 0 اللي هو ديسيمالي بكام يا شباب؟ 2 اللي هو ينظر ايه هنا يا شباب؟ كده اسمه ايزانا. اي سيلكشنز هتتحط هي بتحدد السورس اوف ذا داتا. تحدد ايه يا جماعه؟ السورس اوف ذا داتا. يبقى انا كده بقول ان الريجستر المناظر لهذا الكود هيكون السورس اوف ذا داتا. سواء كانت الداتا دي بقى الداتا دي ممكن تكون ادرس، ممكن تكون ايه؟ اوبراند معايا؟ يبقى انا بحدد مصدر، ممكن تكون انستراكشر مش كده؟ فانا هي بالنسبه لي داتا في النهايه هتتنقل على الباص بتاعي. مين مصدرها دلوقتي؟ هنا لو بصيت للديسيمال فاليو للكلام ده زي ما حضرتك قلت اللي هي كام يا حبايبي؟ 2 اللي هي تناظر للديسيمال نمبر اللي قدامي يا شباب. يبقى هنا انا بقول لي العناصر اللي موجوده عندي دي كلها، العنصر الوحيد اللي يمكن ان يضع الداتا بتاعته الان على الباص هو البروجرام كونت. بيقعد يقول لي يا دكتور كده ايه هنت صغير كده، يعني ازاي يعني ده كلام يعني الحديده هتفهمها برضو ازاي؟ هقول لك لو تفتكر ايام زمان ما كنا بنتكلم على البفر. فاكرين البفر؟ يبقى هنا البفر هتلاحظ ان البفر سبوز ان انا بتكلم على 4 بت يعني عشان ما ارسمش 16 بفر. هيبقى عندي البفر عندي هنا داتا جايه لي من الريجستر. طبعا البفر 3 تيرمينال ديفايس. البفر بتاعنا كام تيرمينال؟ 3 تيرمينال. انبوت اوتبوت انيبل. يبقى اذا الكنترول سيجنالز بتاعتي اللي جايه وكمل بقى ال 16 بت بتاعك. هذا ال 16 بفر بتوعك اللي جايين لي منين يا دكتور ضم؟ اتفقنا مع بعض ان الريجستر ده ما هو الا سيلز فليف لوب عددهم 16. مش الريجستر ده عباره عن ايه؟ مجموعه من الفليب فلوب عددهم كام؟ على حسب الورد لينس بتاعهم. الديزاين بتاعك 4 يبقى 4 فليب فلوب، 16 يبقى 16 فليب فلوب اند سو اون. كل واحده لهم خارج. الخارج بتاعي هو اللي متصل هنا، ادي السيلز بتاعتي. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ يبقى السيلز دي الخارج ده متوفر هنا دلوقتي. لو انا مش مفعل الانيبل، طبعا واضح هنا الانيبل اكتف هاي، صح الكلام يا حبايبي؟ رد عليها يا حبايبي. يعني لو انيبل بزيرو يبقى وضعيه البفر ده هاي امبيدنس. بدايه البفر ده يا جماعه هاي امبيدنس. وات ات مينز هاي امبيدنس؟ معناها ان المسافه بين الانبوت والاوتبوت اوبن سيركت. يبقى ما فيش اصلا داتا، ما فيش اي اشاره اصلا موجوده على ايه يا جماعه؟ على الاوتبوت. مش صفر، ان الصفر دي داتا. نو سيجنالز. لان الصفر دي معناها ايه؟ داتا. فاهمين قصدي يا شباب؟ وعليه اول لما تيجي تبقى اكتف هاي، ها يا دكتور تبقى اكتف هاي، لو انا دخلت ده طبعا انا بتكلم اس نوت اس 1 اس 2. لو قلت ان ده البروجرام كاونتر وده طبعا هنا الكومن باس. ده طبعا ده يا جماعه الكومن باس. امتى الداتا دي هتتحط؟ لو ان انا الاس نوت دي بزيرو ودي ب1 ودي بزيرو، صح الكلام؟ دي الحاله الوحيده اللي السيجنالز دي هتكون فيها بكام يا جماعه؟ بسوان إلس كلاف كده انا مانع ان الداتا بتاعت البروجرام كونتر تكون متواجده في الاساس على فين يا جماعه؟ على الكومن باس. معايا؟ سبوز ان انا حاطط اي كود اخر خلاف 0 1 0 هيبقى خارج الاندي دي ايه؟ قال لي كمان بالله بالله عليك 0 يبقى ده ديسيبل ولا انيبل؟
علي صوتك ديسيبل وعليه حضرتك الداتا اللي هنا هتتوفر هنا في اي لحظه اخرى. بس يبقى الكود الوحيد اللي هيبقى فاعل لان البروجرام كاونتر يكون السورس اوف ذا داتا مهنا هو ايه؟ 010. عبروف يا سيدي. ها 010. خلاف ذلك يا عبروف الانيبل بتاع البفر هيكون صفر. الانيبل بتاع البفر هيكون ايه يا جماعه؟ هيكون صفر. وصل يا شباب ولا مش وصل؟ رد على حبايبي وعليها بيبي. هنا كده انا بدات افهم فلسفه الرجل. طبعا الكلام ده فيه تفاصيل اخرى خلاف ذلك، لكن انا بس بحاول يبقى الفلسفه اللي انا عايز انقلها لك تبقى مرتبطه بشكل او باخر بالامبلمنتيشن. عايزك ما تقراش معلومه بدون ما تبقى فلسفتك كمهندس موجوده. احنا اتفقنا كذا مره وقلناها في اكثر من مره على سبيل المداعبه وعلى سبيل الحقيقه، المهندس منتاليتي مش كشكول، ده حقيقه. يبقى لازم وانا بقرا او بقرا المعلومه بتاعتي في المرجع لازم ابقى ايه؟ بقراها بوعي وبفهم، مش بمجرد اللي انا بقرا سطر في متن كتاب. يبقى هنا في الكتاب بيقول لي كده، بيقول لي هو هينتقي الريجستر بتاعي از ا سورس من خلال 3 سيلكشن لاينز. هو عمل لها ليبل اس نوت اس 1 اس 2 بالترتيب كده، انت عارفين البيت بوزيشن هتبقى محطوطه ازاي. يبقى من خلال الديسيمال او الكود اللي هيتحط على 3 سيلكشن لاينز دوما الديسيمال فاليو بتاعته بتشير للديفايس اللي هيكون السورس اوف داتا. مفهومه ولا مش مفهومه؟ امبلمنتيشن سريع كده بالشكل اللي قدامك ده. ان هيبقى فاكرين لما كنت بتكلم على مفهوم الكنترول سيجنال كنترول ستراكشر، يبقى انا لازم يبقى انا عندي الكلام ده مرتبط بالكلام ده. يبقى سي ان انا دخلت الكود ده على اند، يبقى حاله واحده فقط هيكون البفرز دي انيبل، وغلاف ذلك هيبقى ديسيبل. يبقى الحاله الوحيده اللي هتضمني ان محتوى البروجرام كاونتر يكون متواجد على الكومن باس ان يكون السليكشن لاينز بتاعتي تكون 010. اتمنى تكون الامور قربت. قربت يا رجاله؟ تمام. اشحن انا بقى النهارده، اديني حماس كده علشان اواصل بنفس الكفاءه. تمام يا رجاله؟ احسنت. يبقى عندنا كده انا حددت السورس. فين الديستنيشن؟ حضرتك قلت لي ان الداتا دلوقتي متوفره، صح يا خضير؟ الداتا دلوقتي بقت متوفره بس مش متوفره من الكل، يبقى هنا انا لغيت من ذهنك ان يكون عندي الاوتبوت لكل الريجستر موجود على الكومن باس، لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ لقيتها، رغم ان ظاهريا في الشكل ان الاوتبوت كلها متصله بالكومن باس، يعني كل واحد بيدلي ايه؟ بايه؟ بدلوه مع الكومن باس. الاجابه صحيحه ولا خاطئه؟ خاطئه. الصحيح فيها ان انا بختار واحد فقط اذا سورس اوف داتا من السلكشن لاينز. واصله بوضوح؟ طيب يا دكتور ينقصنا نقطه، الداتا دلوقتي موجوده على الكومن باس، اوكي؟ اوكي. كلهم متصلين بمين؟ بالكومن باس. الكومن باس بيدي للميموري، بيدي الادرس ريجستر، بيدي البروجرام كوانتر داتا ريجستر. واتش وان از ا ديستنيشن. يبقى انت حضرتك بقى دلوقتي مطالب ان انت تجاوب عليا. انت دلوقتي قدرت تقرب لي واتش وان از ا سورس، واتش وان از ا ديستنيشن. هقول لك ان في امرين هيكونوا مع بعض. اول حاجه ما تنساش ان دي سيكونشال سيركت. الريجستر دي في النهايه سيكونشال سيركت لانها فليب فلوب. والسيكونشال سيركت كلنا عارفين ان هي تلزم لها ايه في البدايه؟ كلوك. احسنت، معلي صوتك. كلوك، عايز يكون عندي كلوك. بس انت لو تفتكر ايام ما كنا بنتكلم في السيكونشال سيركت العام الماضي كنا بنقول ان السيكونشال سيركت بتغير الاستيت بتاعتها مع الكلوك. هقول لك هنا لا، مرتبطه بحاجتين معا. وجود الكلوك ودي مسمعه في كله. لو انا قلت لك الكلوك هتقول لي طب ما الكلوك وصل للادرس ريجستر، هي ذات الكلوك اللي وصل للبروجرام كاونتر اهو. الكلوك ده
شايفين ده الخط ده شايفينه ولا مش واضح؟ واضح. يبقى هي كومن كلوك. يبقى لو كان ظنك ان انا هغير الاستيت بتاعي بالكلوك يبقى السبع ستة ريجستر الاخرين بما فيهم الميموري يبقى السبع هتغير الاستيت بتاعتها مع الكلوك. صح كلام انا غلطان؟ هقول لك ليست هذا هو الشرط الوحيد لتغيير الحال. ما الشرط الوحيد ايه بقى التاني ايه يا دكتور؟ ان انا افعل العنصر اللي المفروض هعمل له لود. كلمة ال دي معناها كلمة لود، يعني انا عايز الادرس ريجستر. فاكرين لما قلنا عندي تي نوت هعمل ترانسفير للبروجرام كونتر للادرس ريجستر؟ فاكرين الكلام ده في اول خطوات الفيتش؟ يبقى عندي تي نوت هقوم قايل له فعل الادرس ريجستر ده اللود بتاعه ده. يبقى في اللحظه الواحده يا رجاله هيكون في عنصر واحد هو الفاعل. عنصر واحد هو الايه يا جماعه؟ الفاعل اللي هو مين دلوقتي؟ الادرس ريزيستر، لان هو الوحيد اللي عملت له اكتف على اللود بتاعه. يعني ما انا اضعت اللود ده هيبقى اكتف. طب وده زيرو انا ما فعلتوش، وده علي صوتك زيرو، وده زيرو، وده وده زيرو. يبقى اذا كل اللي انا ما فعلتوش هو مش إذانا إن يكون ديستنيشن، بس أنا فعلت في اللحظة دي إيه؟ واحد بس اللي هو مين؟ الأدرس ريجستر. يبقى أنا كده من الإس نوت والإس 1 والإس 2 اخترت السورس أوف ذا داتا اللي هو بالنسبة لي ها؟ ومن خلال تفعيل اللود ترمينال للأدرس ريجستر أصبح هو إيه؟ يعني إيه بقى يا دكتور؟ يعني زي ما إحنا اتفقنا مع بعض إن البفر اللي أنا حطيته في الأول ممكن أحطه فين؟ في الانبوت. اعكس بس، يعني ده لما الافر تفهمين قصدي يا شباب؟ اعكس. يبقى ده الكومن باس وده الادرس ريجستر، واللي هيفعل ده اسمه ايه؟ لود بدل كلمه ايه؟ انيبل. فاهمين قصدي يا شباب ولا مش واضح؟ فاهمين يا رجاله؟ عظيم جدا. يبقى انا دلوقتي عرفت which one is a source and which one is a destination. نعمل كنترول ستراكشر خفيف كده سريع في الجنب ده عشان تكتمل الرؤيه، ومن ثم ننقل على الخطوة التالية. أو ممكن ندي يعني بريك في المحل كده خمس ست دقايق للناس تفوق وبعد كده نكمل الكلام. بس قبل ما ناخد البريك تعالى نشوف الاستراكشر ده ازاي أفعل اللود. ما تنساش كمان من كلامي في المحاضرة اللي فاتت لما كنت بتكلم على الكنترول استراكشر، كنت بتكلم كنا بنقولها تحت عنوان تايمينج أند كنترول استراكشر. كنا بنقولها تحت عنوان ايه يا جماعه؟ تايمينج اند كنترول استراكشر. يعني الكنترول سيجنال مرتبطه بالتايم. يعني لما كنا بنقول فيتش كنا بنقول تي نوت بي سي هتعمل ترانسفير للكونتين بتاعتها في الاي ار. فاكرين يا شباب ولا ناسيين؟ بس ده مرتبط في زمن تي نوت. يبقى التي نوت لازم تخش فين؟ في الكنترول استراكشر. تخش فين؟ هاو. تعال نشوف الكلام ده. هنرسم رسمه هنا توضيحيه نفهم منها الكلام ده هيتم ازاي. هرسم لك نفس الرسمه دي بس في كيس استادي. ازاي؟ هنتعامل مع الاس نوت والاس 1 از سورس وديستنيشن مع التايمنج. مع الايه يا جماعه؟ مع التايمنج. اللي انا برسمه على السبوره ده مجرد يعني تمثيل لاجراء، لكن التفاصيل هتكون واضحه فيما يلي. بس انا عايز اربط لك في كلامي دلوقتي، عايز اربط لك ما بين التايمنج وازاي احدد السورس والديستنيشن من خلال هذا التايمنج. فاهمين يا شباب؟ فاهمين يا جماعه معايا؟ عظيم جدا. تعال نقرب المفاهيم ونشوف مع بعض الكلام ده انا عايز اقول، عايز اضرب معاك في الخلاط حاجتين او ثلاث حاجات في بعض. كنترول سيجنال او كنترول ستراكشر، تايمينج، which one is a source which one is a destination. يا دكتور انت في بعض العمليات كنت بتعمل اكتر من عمليه
في وقت واحد، زي مثلا اما كنا بنقول في التي نوت كنا بنقول محتوى البروجرام كوانتر ترانسفير للادرس ريجستر، صح كلام يا رجاله؟ كنا بنقول في التي 1 هيبقى عندنا البروجرام كوانتر بيزيد بمقدار واحد، وبعد كده كنا بنعمل ايه؟ الميموري بتاعتي بتبدا تستقبل الانستراكشن ريجستر، صح الكلام؟ فكنا بنقول ان الميموري ادرس باي ادرس ريجستر هتنقل محتواها في ناحيه يا جماعه في الانستراكشن ريجستر. وكنا بنقول عند اللحظه دي ان البروجرام كوانتر لازم يكون زايد بمقدار كام يا جماعه؟ واحد. دي مرحله الفيتش، دي مرحله يا جماعه الفيتش، فاكرين؟ وما كنا بنقول ازاي ده هيتم يا دكتور مانو؟ بدا يوضح فلسفته، بدا يقول الكلام ده هيتم ازاي، وضح لنا ازاي يكون سورس في افكاره. قال خلاص من خلال السليكشنز لاين بتاعتي دي هبدا احط الكود بتاعي، الديسيمال ايكوالفالنت بتاعته هيفعل الاوتبوت بتاع وان ريجستر اللي هيكون هو السورس. قلنا من خلال اللود تيرمينال هفعل الديفايس او الريجستر اللي هيكون ديستنيشن. الكلام ده بقى اربطه بمين يا مانو؟ بالتايمينج، لان هو الكلمه اللي كتبها او العنوان العريض اللي احنا كتبناه قلنا اسمه ايه يا شباب؟ ها؟ تايمينج اند كنترول استراكشر، تايمينج اند كنترول استراكشر. لازم الكلام ده كله ينضرب في الخلاط مع بعضه. هاو بدا هذا عندي، فاكرين لما كنا بنتكلم في السيشن اللي فات عن الديكودر الاربعه في 16 اللي متصل بالكوانتر اللي هو 4 بت، كان بيطلع لي كلوك سيجنال من تي نوت لتي كام؟ 15، فاكرين الكلام ده؟ يبقى في لحظه ما بتكون التي نوت هي الفاعله، لان في النهايه لو تفتكر الرسمه اللي انا رسمتها لك فكرها لك بسرعه، قلنا ان هنا 4 في 16 ديكودر، يبقى هنا الانبوت بتاعه الاربعة بت جاي لي من كوانتر مديوله 16 اللي هو بيعدي من 0 لكام؟ ل 15. مديوله 16 معناها مش 16 بت، لا بيعد 16 عد من 0 لكام؟ ل 15. وطبعا هنا عندي الماستر كلوك بتاعتي الماستر كلوك هي اللي بتغير لي الاستيت بتاعت الكوانتر، لان الكوانتر بتاعتي بيغير الاستيت بتاعته مع البوزيتيف ايج للكلوك، فهو بيكاونت 0 وبعد فتره هيكاونت 1 وبعد فتره هيكاونت 2. امتى؟ الفتره دي هي الفترات الزمنيه اللي هتفصل ما بين البوزيتيف ايج والتي تليها، معايا؟ يبقى دي الفترة الزمنية اللي هيكون فيها فور اكزامبل عند التي نوت، يبقى هو بيكونت أول حاجة، لأن عند التي نوت كنا بنقول إن السيكونس كوانتر كليرد. يعني إيه السيكونس كوانتر كلير؟ معناها إن هو بيكونت أول كاونت بتاعته اللي هي كام يا جماعة؟ زيرو. يبقى خارج الكوانتر ده طبعا هنا ده الكلير تيرمينال، وهنا بقى الانكريمنت وما شابه. لما نيجي نتكلم عن الكاونتر ده هنتكلم وهنقول يبقى ده السيكونس كاونتر بتاعي. يبقى وانس ان البوزيتيف ايج بتاعته جت في اول عده هيبقى هنا الاول بتاعي زيرو. عندي الديكودر ده 16 بت، يبقى اذا هنا الدي نوت بتاعتي ديت طبعا هنا من دي نوت الا دي كام؟ 15. يبقى الدي نوت دي هتكون اكتف هاي في اللحظه دي، اللي احنا بنقول دي دلاله على التي نوت، وطبعا هتبقى اكتف هاي في الفتره الزمنيه اللي ما بين اول بوست في ايج لغايه قبل وصول البوست في ايج دي مباشره. الفتره الزمنيه دي هتبقى الدي نوت هاي، صح كلام يا رجاله؟
نعلي صوتنا صح كلام يا رجالة؟ عظيم جدا. يبقى الدي نوت هنا بتساوي 1 اللي هي تناظر التي نوت اللي هو الفترة الزمنية بتاعت الايه يا جماعة؟ التي نوت، لان ده بعبر عنها من التي نوت الى التي 15. يبقى اثناء ما تبقى الدي نوت هاي معناها ان التي نوت هاي. واصلة يا رجالة ولا مش واصلة؟ نعلي صوتنا. واصلة. يبقى اذا هنا فور اكزامبل وانا في الفيتش التي نوت دلوقتي اصبحت هاي، دي داخله على الاور جيت اللي هي معنى الايه الخطوط اللي انت كاتبها كتير دي. بقول لك انا عندي اكتر من مصدر للاس، احدهما التي نوت، لكن ممكن يجي لي ايموتس من اماكن اخرى. اما الديزاين يكتمل هتبقى عارف دي هيجي لها منين ومنين ومنين ومنين. فاهمين قصدي يا شباب؟ واحنا بنعمل الديزاين للكومن باس هيبقى من ضمنها الديزاين للاس نوت والاس 1 والاس 2، بس كل في توقيته. يبقى اذا احد مدخلات الجيتس دي اللي هي التايمنج سيجنالز بتاعتنا. فاكرين لما كنا عاملين هنا في الرسمه بتاعت المره اللي فاتت قلنا كنترول سيركت البلوك اللي على الشمال ده اللي كنا عاملينه في المحاضره اللي فاتت، ده اللي المفروض اعمل له ديزاين للكلام ده. فاذا هنا اما يبقى الكاونتر ده في العده زيرو هيبقى عندي الرجل دي من الديكودر هاي، ده معناته ان التي نوت فقط لا غير هي اللي هاي. طب التي 1 بزيرو وتي 2 بزيرو للاخر بقى خلاص. يبقى اصبح انا اصبح عندي ضمانه ان الاس 1 دي هتبقى بكام؟ ب 1. على افتراض ان ال 15 امس اللي جايين دول من الكلوكس كلهم هيبقى اصفار، لان في النهايه ايه؟ تي نوت بس هي اللي هتبقى ايه؟ هاي. صح الكلام؟ رد عليا يا حبايبي. يبقى ده بكام؟ وده بكام؟ يبقى انا كده اخترت كام؟ 0 1 0. الكود ده بقى موجود على الكومن باس، عمل سيلكت لمين؟ للبروجرام كاونتر از اسورس. از ايه؟ اسورس. بس ربطته بايه يا جماعه؟ بالتايم. يبقى انا كده ربطت بالعنوان. انا عايز كل اللي انا عايز اجرسه في دماغك ان الكنترول ستراكشر مربوطه دوما بمين يا جماعه؟ بالسنكرونايزيشن، بالتايمنج. يعني الاجراء ده مش هيتم الا في اللحظه دي. طب اما الاجراء ده يتم في اللحظه دي، اذا انا بقول للبروجرام كاونتر اللي الديسيمال كود بتاعه بكام؟ وده الديسيمال كود كام؟ 0 1 0 اللي هو كام؟ يبقى اذا الكود اللي انا اخترته ده او السلكشن لاين اللي انا اخترتها دي بتقول للبروجرام كاونتر فعل البفر بتاع الاوتبوت. يبقى فعلت الاوتبوت انيبل للبفرز دي، صح الكلام؟ يبقى محتوى البروجرام كاونتر هينزل في حته؟ على الكومن باس. في اي اشكال دلوقتي؟ طيب التي نوت دي معاها حاجة تانية مفعلة؟ مش دي بواحد؟ وده أصبح هيبقى ده بكام؟ واحد. يكفي إن أور، أي أور يكفي إن 1 إنبوت بتاعها يكون 1 هاي عشان يبقى الأوتبوت بيكون إيه؟ أنا فعلت إيه في نفس اللحظة دي بقى؟ ماذا يعني تفعيل اللود للأدرس ريجستر؟ إن يكون إيه؟ يبقى اذا الداتا اللي البروجرام كاونتر هيتفضل يحطها على الكومن باس مين اللي هيستقبلها؟ مش ده اللي احنا كنا بنقوله في التايمنج في التي نوت؟ كنا بنقول ان التي نوت البروجرام كاونتر هيحط محتواه وينقله في الادرس ريجستر. هاو بدات الامبلمنتيشن تقرب من دماغك شويه؟ يبقى اذا هنا البروجرام كاونتر بتاعي هيحط محتواه، لان هو كده انا باذن له ان يكون السورس. هنا فعلت اللود للادرس ريجستر، وهتلاحظ عند التي نوت مفيش اي لود تاني متفعل مع للسبع ريجستر التانيين للست ريجستر التانيين. صح الكلام؟ رد عليا يا حبايبي. يبقى اذا في النهايه في 1 سورس اند 1. طيب حضرتك يا دكتور دي وخلاص. طيب بعد لحظات الكاونتر ده هيغير الكاونت بتاعته هيبقى كام؟ رد عليا. واحد. واحد اما يبقى تيجي البوزيتيف ايدج وفعل الانكريمنت، الاثنين دول تبقوا مع بعض. يبقى انا هفعل الانكريمنت، بس الانكريمنت مش هتتفعل الا مع وجود البوزيتيف ايدج. يعني ايه انكريمنت؟ يعني عد العده اللي ايه؟ اللي بعدها. العده اللي بعدها كام؟ واحد. هتبقى الدي نوت هنا بكام؟ لا بكام؟ بزيرو. حلو. وهنا هتبقى الدي 1 هي اللي بكام؟ معنى كده ان مين التايمنج اللي هيبقى فاعل؟ تي 1. يبقى هنا دي هتبقى بكام؟ وهنا دي هتبقى بكام؟ يبقى الكود ده هيتغير.
تمام؟ طب عظيم. بس انا دلوقتي مش محتاج سورس، ده انا عايز السورس بتاعي دلوقتي هيكون مين؟ الميموري. السورس بتاعي هيكون مين؟ الميموري. يبقى هنا التي 1 دي داخله على دي وداخله على دي، داخله على الكل وداخله على دي، تمام؟ يبقى اذا في اللحظه دي هيبقى اس نود واحد، اس 1 بواحد، اس 2 بواحد، صح الكلام؟ لان التي نوت 1 احد مدخلات الاس نوت، احد مدخلات الاس 1، احد مدخلات الاس 2 كده. اول لما التي 1 تيجي يبقى معناها ان الاس نوت والاس 1 والاس 2 بكام يا جماعه؟ بواحد. يعني الديسيمال كود كام؟ 7. 7 معناها لو بصينا للديزاين ده مين اللي واخد الكود 7؟ يعني الميموري اصبحت دلوقتي وارد تكون هي السورس اوف داتا، وارد تكون ديستنيشن. لا يا دكتور، ده انت قلت لنا الاس نوت والاس 1 والاس 2 بيحدد السورس. ليه؟ لان انا عارف ان الانستراكشر بتاعتي متخزن في حته في الميموري. يبقى هنا ده هيبقى السورس، بس امتى؟ اما تي 1 هي اللي تبقى هاي. بينما كان البروجرام كوانتر هو السورس، بس امتى؟ علي صوتك بقى. اما تي زيرو هي اللي هاي. دلوقتي اول ما الكلولك اتغيرت اصبح الكود اللي موجود عندي اتغير، الديسيمال ايكويفالنت بتشير الى الرقم 7. يبقى اذا الميموري بتاعتي اذا سورس اوف داتا. بس انا قلت لك كذا مره، زي ما قلت لك ان السيكونس كوانتر مش هيغير العده الا لما يكون مفعل الانكريمنت مع الكلوك. كذا الحال الداتا دي، رغم ان انا اخترت الميموري بتاعتي از سيلكشن از سورس، بس مش هتكون فعاله الا لما افعل الريد بتاعها. ان الميموري اما انها تكون في وضعيه ريد او تكون في وضعيه رايت. ريد معناها ان هي السورس اوف داتا، انا بقرا من الميموري، بقرا من الميموري. رايت يبقى انا بكتب في الميموري. يبقى انا لازم عند التي 1 رغم ان انا بقول للميموري انت مصدر الداتا، بس الميموري هتبقى حيرانه. الآن من ايه؟ انا هبقى ريد ولا رايت؟ انت اخترتني كمصدر للداتا، يبقى هتقرا مني، يبقى لازم افعل الريد تيرمينال لهذه الميموري. عشان كده هتلاحظ ان الاور اللي هي بتيجي كنترول سيجمال اكتر من مكان زي ما اتفقنا، احد مرادفها اللي هي كام يا جماعه؟ يبقى التي 1 اما فعلت الكود فعلت لي هنا، فعلت لي دي، فعلت ايه يا شباب؟ شفت بقى التناغم بتاع مانو؟ يبقى مانو دلوقتي قال لي ايه في اللحظه عند التي 1 لحظه الكلوك تي 1 ان هي بقت هاي، بقى بيقول للميموري انت السورس اوف ذا داتا، وفعل الاوتبوت انيبل بتاعها من خلال تفعيل الريد. اصبحت الميموري بيشاور عليها طبعا الادرس اللي بقى موجود فين؟ في الادرس ريجستر، لان الميموري عندها 4096 ميموري لوكيشن. ويتش 1 اللي هقراه؟ اللي هو بيشاور عليه البوينتر بتاعها. البوينتر بتاعها اللي هو مين؟ يبقى هنا الادرس اللي هو الريجستر هيوفر الادرس، صح الكلام يا حبايبي؟ رد عليا يا حبايبي. اللي هو جاله من مين؟ من البروجرام كوانتر. فين زمن؟ في التي نوت. يبقى في التي نوت البروجرام كوانتر كان بيهولد النكست انستراكشن، فروحت ناقل الادرس ده في البوينتر بتاع الميموري اللي هو الادرس ريجستر، صح؟ في التي نوت اصبح الادرس ريجستر دلوقتي بيشاور على 1 لوكيشن من اصل 4096 لوكيشن، صح كلام يا رجاله؟ علي صوتك، صح يا رجاله؟ لا، ها علي صوتك، صح؟ تمام. يبقى اصبح البروجرام كوانتر ادى للادرس ريجستر اللي هو الميموري بوينتر بتاعي الادرس بتاع النكست انستراكشر، اصبح هو بيشاور دلوقتي على هذه الادرس، بس انا لسه ما عنديش ايذان ان انا احط هذا الادرس انستراكشر على الكومن باس. امتى يحصل؟ يحصل عند التي 1. اللي هيحصل لما التي 1 تبقى اكتف هيبقى ال 1 1 1. يبقى كده المايكرو بيزك كمبيوتر بيقول ان الميموري از السورس اوف ذا داتا، بس في نفس الوقت التي 1 دي هتفعل
يبقى مع وجود الكود بتاعي في الادف سيليكشن لاينز اللي بتشاور فيها عن الميموري ذا سورس، في نفس اللحظه دي كنت بقول للميموري دي انت هتكوني مصدر الداتا، يعني هفعل الاوتبوت انيبل بتاعها من خلال تفعيل الريد. اصبحت الميموري دلوقتي عندها القدره ان ترمي الداتا بتاعتها في حته اكون باص. المفروض الانستراكشر ده وفقا للمعيار ده يروح لمين؟ رد عليا بصوت عالي. الانستراكشر ريزستر عند التي 1 انزل معاها كده فعلت لي الريد، اكمل معاها للسكه هتروح لمين؟ البروجرام كاونتر. يبقى البروجرام كاونتر هتروح كمان تروح لمين؟ اها هنلاحظ التي 1 راحت على حتتين، قالت للميموري انت السورس اوف ذا داتا، وفعلت الريد اللي هتفعلت الاوتبوت انيبل بتاعها هتحط الكونتنت على هنا. هاي يا دكتور في حاجات قلنا ثلاث حاجات، هي اللود الانكريمنت الكلير، اللود الانكريمنت الكلير. البروجرام كوانتر هنا مطلوب ان انا اعمل ايه؟ ها علي صوتك انكريمنت. يبقى الفعل ده اسمه انكريمنت وده اللود وده الكلير. يبقى انا بفعل في اللحظات اللي البروجرام كوانتر الايه؟ ها وبفعل بالنسبه للانستراكشن ريزستر ايه؟ ها اللو. يبقى انا بعمل كام اجراء؟ يبقى في التي 1 عملت كام اجراء؟ رقم واحد خدت محتوى الميموري لوكيشن ادرس باي مين؟ حطيته فين؟ من خلال تفعيل اللو. اصبح الانستراكشن ريزستر سورس اور ديستنيشن؟ ديستنيشن. في نفس التوقيت كنت بعمل ايه؟ لمين؟ يبقى انا عملت تو مايكرو اوبريشن في التايم اللي هو تي 1. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى انا في التي 1 حددت ثلاث حاجات يا رجال. مين يتطوع ويقول لي الثلاث حاجات اللي انا حددتهم هم؟ اي حد كده يتطوع. عملت في التي 1 ثلاث عمليات هم، اتفضل يا شيخ خضير. علي صوتك. حددنا الميموري يونت از اسورس، رائع. كمل بقى، فاضل حاجتين. انت قلت، انا قلت ثلاثة. البروجرام كاونتر اللي دخلنا في الموضوع، ها عملنا انكريمنت البروجرام ريجستر بروجرام كاونتر. نسيب يا محمد ديول از از ديستنيشن. يبقى انا عملت كام حاجه يا جماعه؟ ثلاث حاجات في التي 1. واحد، حددت الميموري از ا سورس اوف داتا من خلال كام حاجه؟ حاجتين، الكود اس نوت اس 1 واس 2 بقى 1 1 1 وفعلت الريد. يبقى الطريقتين دومن او الحاجتين او الاثنين ايفنت دومن الكود والريد قالوا لي ان الميموري هتكون السورس اوف ذا داتا. اوكي؟ عايز رد؟ اوكي؟ تمام. اثنين، في اللحظة بتاعة تي 1 فعلت حاجتين، فعلت للانكريمنت اللي قصدي للانستراكشن ريجستر اللود، وده ايذانا للانستراكشن ريجستر انه يستقبل الداتا، وفي نفس الوقت فعلت لمين؟ للبروجرام كوانتر. فاهمين؟ يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني سبوز ان دي الداتا اللي على الكومن باس، ودي اللاينز اللي طالعه من الكومن باس اللي هي داخله على بفر، خلاص يا جماعه دي هفعلها من خلال التي 1 اللي هي تناظر بالنسبه لي اللود لمين يا شباب؟ للانستراكشن ريجستر، صح؟ يبقى الداتا اللي موجوده على الكومن باس وانس ان التي 1 بقت 1 ده اللي هو بيناظر اللود بتاع مين يا جماعه؟
بتاع الانستراكشر ريزيستر، يبقى معنى كده ان البفرز دي كلها بقت شورت لانها بقت انيبل، معناها ان الداتا اللي موجوده دلوقتي على الكومن باص اتنقلت فين؟ على الانبوت بتاع مين؟ الانستراكشر ريزيستر، علشان يغير السيتيشنز بتاعت السيلز اللي جواها. فاهمين يا شباب؟ فاهمين يا رجاله؟ ويبقى هنا في اللحظه دي كده فهمنا فلسفة السورس والديستنيشن وفلسفة الداتا ترانسفير بالنسبة لمانو. يبقى نرجع للجزء ده تاني اللي احنا رسمنا جزء منه توضيحي، يعني هنا لكل اجراء هيبقى له وضع. بس انا حبيت من الديزاين ده، هو مش ديزاين مش مكتمل، بس حبيت ان انا اوضح لك المفهوم. معايا يا محمد؟ يبقى المفهوم ايه؟ المفهوم في الكومن باص، المفهوم اللي انا احدد عايز الميموري تبقى ريد، عايز الميموري تبقى رايت، عايز وات ايفر. معايا؟ ايه المطلوب؟ واحد، ان انا عايز احدد السورس اوف ذا داتا. اثنين، ان انا عايز احدد الديستنيشن. ثلاثة، اذا كان في اجراء مصاحب لعمليه الترانسفير ده. ممكن يبقى في ثلاثة ايفنت بيتم في تايم واحد زي ما في تي 2. في تي 2 بنعمل ثلاث حاجات مش حاجه واحده. ولا حاجتين، ثلاث ايه؟ حاجات. يبقى في التي نوت، سبوز في التي نوت معناه ان البروجرام كونتر عايز يبقى هو السورس اوف ذا داتا، وعايز يكون الادرس ريجستر هو الديستنيشن. ليه؟ عشان احقق الهدف ده او الداتا او المايكرو اوبريشن دي. المايكرو اوبريشن دي بتقول لي ان البروجرام كونتر محتواه عايز انقله في الادرس ريجستر. اذا البروجرام كونتر هو السورس والادرس ريجستر هو الديستنيشن. عشان كده هتلاحظ ان التي نوت اما تبقى فاعله هيبقى الاس 1 هي اللي فاعله والباقيين بصفار، معنى كده الكود بتاعي 010010 يكافئ الديسيمال فاليو للاثنين اللي بتشاور ان البروجرام كاونتر هيكون هو ايه؟ مصدر الداتا. في نفس اللحظه هفعل اللود بتاع الادرس ريجستر، بس ده مش هيبقى فاعله الا مع التي نوت. مع الايه يا جماعه؟ التي نوت اللي هي وانس بقت 1 بقى اللود فاعل، بقى اذا الداتا اللي حطها البروجرام كونتر على الكومن باص انا هستقبلها في الادرس ريجستر. انا هستقبلها فين يا شباب؟ في الادرس ريجستر. واصله يا رجاله؟ يبقى انا كده حاضر، يبقى انا كده ربطت المينينج اللي انا عايز اتك عليه، تايمينج اند كنترول ستراكشر، اي ان الكنترول سيجنال متزامنه، بمعنى ان هي بتحدث الاجراء في تايم محدد. يعني لو ما ادركتش التفعيل الاجراء في الفتره دي مش هتقدر تعوضه في فترات اخرى. خد سؤالك. انا بس اللي عايزه يا جماعه يعلي صوته عشان انا اسمع بس الايه السؤال. بالنسبة للمقصود ان تي، انه تي بالظبط اللي هي تي 1 تي 0 التايمنج بشكل اتفقنا على السنكرونايزيشن، بس هل المهله المتاحه هي جزء الايدج بس، ولا هل الايه؟ المهله المتاحه لتنفيذ العمليه جزء الايدج بس ولا لا؟ كلامي ما قلتش كده خالص. لو تلاحظوا سؤالك انا جاوبت عليه، بس يبدو ان انت ما ادركتش الكلام بتاعي. انا بقول ان السيكونس كاونتر هيغير الاستيت بتاعته مع بضو البوزيتيف، لا مش مع الفاطر، مع لحظه مع تفعيل. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي كنت في الاستيت 2، كنت في العده 2. خد بالك بقى هرد عليك اهو. يبقى اذا مش هبقى ثلاثة الا بكام شرط؟ شرطين. السنة اللي فاتت كنا بنقول يكفي ان الكلوك التضاريه توصل للبوست في اتش عشان اغير الاستيت. لا، هنا انا محتاج كام حاجة؟ تفعيل ايه؟ مع يعني الاثنين لما يبقوا موجودين هيحصل ايه؟ انكريمنت. خلاص حصل انكريمنت، بقينا في واحد. دي مش مش دي الحالة بتاعت اللي انا هغير فيها الريجسترز بتاعتي دي. الريجستر بتاعته عنده زمن بقى، فترة زمنية كبيرة. منين لفين بقى؟ من لحظة البوزيتيف ايدج اللي انا غيرت فيها الحالة بتاعتي لقيت هفضل الرقم ده موجود طول من اللحظة من ايه لفين؟ من هنا. يبقى الفترة الزمنية ده اهي
هي الفترة الزمنية اللي انا تركتها للبيزك كمبيوتر لإتمام المايكرو اوبريشن الموضحة في التايمنج ده. يبقى ما بغيرش في مع الماستر كلوك. الماستر كلوك بتاعتي مش هي دي اللي داخلة على العناصر دي. انا بقول الريزيسترز بتاعتي دلوقتي لها فترة زمنية معينة لازم تكون كافية. الفترة الزمنية مقدارها قد ايه يا باشمهندس؟ الفترة الزمنية ما بين البوزيتيف اي جي دي والنكست وان دي فترة زمنية كام؟ سبوز اي حاجة حسب النظام بتاعك، 10 ملي، 2 سكند، زي ما انت بتظبط التايمر بتاعك من خلال المقاومات والمكثفات. خلاص شباب؟ يبقى دي الفترة الزمنية اللي الاجراء هيتم فيه. لكن الكوانتر بتاعي اللي هو السيكونس كوانتر بتاعي هيغير وضعه امتى؟ مع البوزيتيف ايج وتفعيل او الكلير. تمام؟ انا عايز اعمل له كلير، يبقى مع وصول الايه والكلير. طب انا عايز اعمل انكريمنت، يبقى البوزيتيف ايج مع اند سو اون. لكن عشان كده انا سميت دي ايه؟ ماستر كلوك. طب ما فين الزمن الكلوك بتاعتي اللي طالعه من مين؟ من الديكودر اللي هتفضل تي نوت اكتف هاي في الفترة الزمنية اللي كان فيها الكاونت ده بصفار، اللي هو من الفترة دي للفترة دي. وصلت كده ولا لسه؟ وصلت يا رجالة ولا عايزة ايضاح اكتر؟ رد عليها حبايبي، وصلة. طيب خرجنا بقى من الاطار بتاع التايمينج اند كنترول ستراكشر. اعتقد ان انا كده اديت التايتل ده حقه شوية. لقيت اما نيجي بقى نجي في التصميم بالظبط هنصمم ازاي الكلام ده، قاعدك اللي انت هتعرف تفصيليا ازاي ده يتم تفصيليا بالتصميم. لكن لقيت اما نخلص دي تعالى ننقل على التايم جديد على 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 الاستراكشر سيت. عنوان جديد، احنا اتكلمنا كده على الانترنال ريجستر وقفنا حقه، تمام ولا ايه؟ تمام. اتكلمنا عن التايمنج وكنترول استراكشر وقفنا حقه، تمام. فاضل لنا عندنا الانستراكشر سيت. تعالى نرجع بسرعه للديكودر بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه اما كنا بنتكلم على عمليه الديكود. كنا بنقول ان الاستراكشر ريجستر بينقسم الى جي بت و 3 بت للأوبكود والباقي يعني هنقول مره هنقول الادرس ومره هنقول للاوبريشن. فدعنا نتفق ان احنا هنتكلم دلوقتي على الجزء الاولاني عشان اقول امتى هقول ان الباقي ادرس، امتى هقول الباقي اوبريشن. معلومه بقى تبدا تنضج اكتر من كده شويه. كنا بنقول في النهايه ان في التصميم بتاعنا كنا بنقول ان جي بت هتروح لفلاج اسمها جي فلاج، وان الثري بيتس دومن هيروحوا لثلاثة في ثمانية ديكودر عشان يفعل لي ثمانية سيجنال من الدي نوت الى الدي سبعة، اللي من خلال الثمانية سيجنال دومت هتروح للكنترول اند لوجيك سيركت اللي هي هتبدا تتفاعل من خلالها تطلع الكنترول ستراكشر او الكنترول سيجنالز اللي هتفعل الاوبريشنز بتاعتنا. هنقف عند الحته دي شويه عند 3 بيتس دومن. 3 بيتس معناها ان بتديني ماكسيمم 8 احتمالات. صح الكلام؟ لان احنا من خلال معرفتنا في اللوجيك كنا بنقول ان البيتس اما انها 0 اور 1، ادي كام احتمال؟ 2، وعدد البيتس 3، يبقى اذا عندي 2 تو ذا باور 3 يديني كام احتمال يا جماعه؟ 8 احتمالات. اهلا صبري. ازيك يا حبيبي؟ 8 احتمالات. ده معناته اذانا او بيديك ايحاء جوه ذهنك ان انت كده ماكسيمم الاستراكشر اللي انت عامله ده او التوصيف اللي انت شرحته لنا ده ماكسيمم البيزك كمبيوتر، ماكسيمم البيزك كمبيوتر هيحقق 8 استراكشر. ليه جبت منين الكلمه 8؟
اللي هي 2 to the power 3. يبقى ده معنى كده ان انا عندي 8 instructions. التصور اللي انت بتقوله ده خطأ. تقول ازاي؟ ايه البديل؟ هقول لك في الحقيقة انا عندي امكانية ان انا اعمل اكتر من كده بكتير. ممكن اعمل اكتر من حوالي 32 instructions. طب ازاي يا دكتور؟ اقنعني وانا معاك وهاجب الاقناع. هقول لك تعالى نتفق ان انا هصنف، او مش انا اللي صنفت كده، مانو هو بيفكر في الديزاين، قلنا كان بيفكر في 3 نقاط اساسية. ها نقولهم: 1 تايمينج اند كنترول ستراكشر. بدأنا نشوف فلسفته، بدأنا نفك بعض طلاسم فلسفته في الحتة دي في المحاضرة الأولى. 2 الانترنال ريزيستر، وقلت لك فلسفته مرتبطة مع بعض ازاي، بصينا للميموري وازاي هو بدأ يفكر وازاي بدأ يستنتج. الانستراكشر تالت حاجة كان بيفكر فيها. السيت اوف انستراكشرز. طب الأوامر بتاعت اللي هكتب بيها الكود لهذا البيزك كمبيوترز اللي انت حضرتك هتتعلمها، زي اوامر الاسامبلي اللي حضرتك استعلمتها في الترم الاولاني معايا. ازاي الانستراكشرز دي بدا يفكر؟ ازاي بدا يفكر؟ زي ما انت بتفكر دلوقتي، بيقول انا كده لو انا استعملت 3 بت فقط لا غير للكود، التفكير المبدئي بيقول ان انا ماكسيمم هيكون عندي 8 انستراكشر. غير كافيين ان يكون عندي 8 انستراكشر، مش هيديني فلكسبيليتي في الديزاين ولا فلكسبيليتي في الكود. صح الكلام ولا غلطان؟ فقال لك انا هصنف الانستراكشرز بتاعتي لثلاث تصنيفات. التصنيف الاول هسميه ميموري ريفرنس انستراكشر. يعني ايه يا دكتور ميموري ريفرنس انستراكشر؟ ميموري ريفرنس انستراكشر معناها ان الميموري طرف في العمليه بتاعتي. يعني زي الاند اللي احنا اتكلمنا عنها في السيشن اللي فات، قلنا ان الاند ان انا بعمل اند اوبريشن بين داتا موجوده في الاكوميليتور مع نظيرتها اللي موجوده في الداتا ريجستر. صح الكلام؟ فقلنا طب الداتا ريجستر دي هتجيب معلوماتها منين؟ قلنا ان انا هفتش الاوبراند بتاعي من الميموري علشان احطه في الداتا ريجستر. فاكرين الكلام طبعا معايا يا شباب؟ اللي مش فاكر يعاود يتفرج على الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت هيلاقيه. يبقى اذا الميموري طرف ولا مش طرف؟ الميموري طرف. ليه؟ لانها هي مصدر الداتا. هنا اذكرك بسرعه، اما كنا بنقول بعد ما عملت الفيتش بعد كده قلنا هناخد الجزء ده، كنا بنقول هناخد الجزء ده من الانستراكشر في حاله اذا كان الامر ميموري ريفرنس زي الاند. زي ايه يا جماعه؟ الاند كنا بنقول ان من ضمن الميموري ريفرنس الاند، وده معناته ان انا عايز اعمل لوجيك اند بين الداتا ريجستر والاكوميليتور، والناتج بتاعي احطه فين؟ في الاكوميليتور. ده معنى كلمه اند اوبريشن، مش كده؟ فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان هنا ده هيبقى 0 0 0، ده كان الاوب كود بتاع الان، وهنكلمنا بقى دلوقتي ليه هنقول بقى ليه 0 0 0 تحديدا دلوقتي. وكنا بنقول انا هبص كمان هنا على الجي، فلو كانت الجي دي 0 معناها بقول، كنا بنقول ان اما كنا بنعمل فيتش كنا قلنا خلاص هكتبها بسرعه لانك انت عارف البروجرام كوانتر هيروح للادرس ريجستر عند التي نوت، وبعد كده في التي 1 كنا بنقول ان في عندنا الميموري ادرس ريجستر هياخد الانستراكشر اللي هو الاند في الحاله دي ويتحط في الانستراكشر ريجستر، وهعمل انكريمنت للبروجرام كاونتر بمقدار 1. ده الكلام ده احنا شارحينه توا في محاضره النهارده. بعد كده قلنا عند التي نوت قلنا 3 حاجات. قلنا اول حاجه هاخد الجي من هنا حته من البيت بوزيشن كام؟ 15. كنا بنقول هاخد البيت بوزيشن رقم 15
من اي حته؟ من الادرس من انستراكشر ريجستر، احطها في حته في جي فلاج اللي هي البت رقم 15 دي، وحطها في جي فلاج، صح الكلام؟ اللي منها كنا نعرف اذا كان الادرس بتاعي هو دايركت ادرسنج ولا اندايركت ادرسنج. فاكرين الكلام طبعا. يبقى اذا هنا وقلنا كمان ايه؟ قلنا هناخد الانسترايل بيترز البيت من البيت كام؟ 14 الى البيت كام؟ 12. هنعملهم ايه يا جماعه؟ هندخلهم على الديكودر. بنعملهم ايه يا جماعه؟ ديكود عشان نطلع ايه؟ قيمه السيجنال من الدي 1 الى الدي كام يا جماعه؟ 7. واخيرا كنا بنقول ايه بقى؟ موضع الفرس هنا او مربط الفرس هنا ايه يا شباب؟ كنا بناخد من البيت بوزيشن كام؟ 11. للبيت بوزيشن كام؟ 0. من انا حته من الاستراكشر ريجستر اوديهم في الحته ده كان مربط الفرس بتاعنا. فكنا بنعتبر ان الجزء من البيت 11 للبيت 0 كله ميموري ادرس. ميموري ايه؟ ادرس. ده امتى تعتبره ميموري ادرس؟ اذا كان هذا الانستراكشر مصنف تحت التايتل ميموري ريفرنس انستراكشر. ميموري ريفرنس ايه يا جماعه؟ انستراكشر. اي انك هتنتقي امر، طبعا الامر ده اللي هو ميموري ريفرنس زي الان وزي الاد وزي اللود. سوري عشان بس ما اقولش كلام وارجع الغي. الاند والاد صح، لود اكيميليتور ستور اكيميليتور، كل الكلام ده هشرحه حاليا. وبعد كده برانش وبعد كده برانش وسيف ريتيرن ادرس، هقول الكلام ده معناته ايه. وبعد كده انكريمنت دي الاوامر عندي هنا، الاند اوبريشن الاد اوبريشن، طبعا كل الامر من دوت هشرحه وهعرفك ازاي هعمل الديزاين بتاعه. الاند اوبريشن الاد اوبريشن لود الاكوميليتور، طبعا انا هلود الاكوميليتور من خلال محتوى موجود في الميموري. فاذا الميموري احد الاطراف هنا، طبعا هنا في الاد معناها هنا ان الداتا ريجستر بتاخد المحتوى بتاعها الميموري ادرس ريجستر اللي هو اللي احنا قلنا بنتكلم عنه دلوقتي. هاخد لو كان افكتيف ادرس هاخد المحتوى بتاعه احطه في الداتا ريجستر لو تفتكروا الكلام. واصبح دلوقتي الداتا او الاوبرا الموجوده في الداتا ريجستر، ساعتها اقدر اقول ان الداتا ريجستر اورد مع الاكيوميليتور والناتج يتحط في الاكيوميليتور والكاري، لان عمليه الاور هيطلع منها ايه؟ كاري، هيتحط في حته اسمها الاكستندد فلاج اللي هي يعني انا ما اتكلمتش عنها في الديزاين دي، اللي هي الاكستندد فلاج اللي هي اكستندد الاكيوميليتور يعني اللي هي الكاري فلاج اما كنا بنتكلم عنها في الترم اللي فات. بس هي واخده الرمز الاي اكستندد للاكوميليتور معايا، فديت اللي بتشيل الكاري اوت من العمليه الاور اوبريشن. يبقى هنا هتلاحظ ان الاند او الاور دايما احد اطرافها الاكوميليتور والطرف الثاني ايه يا جماعه؟ الداتا ريجستر. طب الداتا ريجستر جايبه الاوبراند بتاعها منين؟ من الجزء ده من الادريسنج. يبقى الجزء ده اللي هو من 11 ل 0 هو ميموري ادرس. هو ايه يا جماعه؟ ميموري ادرس. فلو كان فور اكزامبل الجي بتساوي 0، حضرتك قلت لي دي معناته ايه؟ يلا كلنا بقى التفاعل بقى من اسمه ايه؟ دايري ادرس. يبقى معناها ان الادرس اللي انا خدته ده اهو واللي حطيته في الادرس ريجستر افكتيف ادرس، صح الكلام ولا انا غلطان يا رجاله؟ بس عشان يبقى افكتيف ادرس لازم تكون الجي بتساوي كام يا حبايبي؟ 0. وده معناته ان العنوان بتاعي اللي انا شاورت عليه بمين يا جماعه؟ بالادرس ريجستر. عشان كده بقول لك ميموري ادرس باي ادرس ريجستر، جواها الاوبرانت، صح الكلام؟ وعليه هاخد هذا الاوبرانت واحطه في الحته يا شباب. ده الكلام اللي كنا بنقوله. فاصبحت الميموري طرف، اصبحت الميموري ايه؟ طرف، شئت ام ابيت. واحد يقول لي خلاص يا دكتور افترضها ان الجي بتساوي 1.
هقول لك مش معنى ان الجي بي مساواه مش معناها ان الميموري ما عادتش طرف. لا اصبحت برضو الميموري طرف وطرف ايه اصيل، بس المره دي انا في ايه علي بقى ها اندايركت ادرس. يعني ايه اندايركت ادرس؟ يعني الميموري بتاعتي الادرس ريجستر بتاعي بيشاور على اوبرند، لا بيشاور على ايه ادرس اخر. يبقى الادرس ده لازم اخده احطه فين؟ حته فين؟ في الادرس ريجستر. فاكرين لما كنا بنقول بيحصل ده امتى؟ في التي 3. فاكرين كنا بنقول الكلام ده بيحصل في امتى؟ في التي 3. يبقى ده اهو هيبقى بالنسبه لي هو اللي ايه يا جماعه؟ ده بالنسبه لي هيبقى ايه يا شباب؟ الافكتيف ها ادرس. يبقى هو ده اللي هيشاور على المكان اللي في الميموري اللي جواه ايه يا شباب؟ الاوبرند. واصبح ان الاوبرند دلوقتي جاهز عند التي 4 يروح في حته. يبقى اذا سواء كنت انت يا عم الحاج من النوع الايه؟ الدايرك، او من النوع الايه؟ فانا احد الاوبرند موجوده في حته يا شباب؟ فين؟ في الميموري اللي لازم انقلها لمين؟ اصبح تصنيف الداتا بتاعتي او الانستراكشر بتاعتي ايه؟ ميموري ريفرنس. طيب يا دكتور هتاخد الكود كله؟ قال لك لا انا هاخد من صفر لسته بس. من صفر لكام؟ لسته. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الاوب كود بتاعي خد بالك. ده الاوب كود، ده الانستراكشر. وده الاوب كود. بس الاوب كود مرتبط ارتباط وثيق في الميموري ريفرنس بمين؟ بالجي. يعني وارد ان الكود يبدا بزيرو بتاع الجي بتاع البيت 15 في حاله الدايركت ادريسنج. يبقى الاوب كود في حاله الدايركت ادريسنج اللي فيه جي بتساوي كام يا حبايبي؟ الجي بيساوي كام؟ زيرو. يبقى اول انستراكشن اللي هو الاند هيبقى زيرو 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 زيرو. الثري زيرو الاولانيين دول الاوب كود بتاع الاند، والزيرو الاولانيه بتقول لي ان انا دايركت ادريسنج. فواحد يقول لي يا دكتور طب ما وارد ان انا اكون ايه؟ فاكرين لما كنا بنقول في السنه الماضيه في الترم الماضي لما جبت لك سؤال منه في الامتحان اعتقد او في سؤال من اسئله الامتحانات كنت بقول لك ان ممكن يكون الانستراكشر الواحد اكتر من اوب كود، لكن لا يكون للاوب كود الواحد اكتر من استراكشر. فاكرين الكلام ده؟ اه. طب افرض ان انا كنت اندايركت ادريسنج يا دكتور اللي فيها الجي بيساوي كام؟ يبقى اذا الكود بتاعي ده لما هيبقى زيرو هيبقى كام؟ 8 اللي هو 1 0 0. طبعا لو انا بتكلم بقى هكساديسيمالي عشان انا عايز اتكلم على ال 16 بت هيبقى عندي الكود بتاعي بتاع الاند هيبقى 0 هكسا مدبوعا ب 12 بت ادرسنج ايا كان الادرسنج، لان انا عندي 4086 ادرس اللي هو من بي نوت لبي كام يا حبايبي؟ من بي نوت لبي كام؟ 11. يعملوا لي كام بت؟ 12 بت. يعملوا لي كام ادرس؟ 2 اس 12. يعملوا لي كام كده؟ 4086 ادرس. 96 ادرس. خلاص 4096 ادرس. اوكي يا شباب؟ رد عليا يا حبايبي. يبقى اذا ال 12 بت ده هم بتوع مين؟ والكود ده بتاع مين؟ مش بتاع الجي، بتاع الاند في حالة اذا كان دايركت او 8 زيرو او 8 ايا كان الانستراكشر اللي بعد كده في حالة اذا كان ايه اندايركت. ندي مثال رقمي، مثال رقمي يعني تقريبي. طبعا الاربعة ال 12 بت ال 12 بت ادريسنج بيبقى الماكسيمم اف 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 اف
دومة صوت سوري دومة الادرسنج بتاعها هتبدأ ب 00H ماكسيمم FFF طبعا ما بينهم any values ممكن ما بينهم 0EF المشكلة واحد FE كلها ايه ادرس عندي 4096 ادرس متفرد صح الكلام يبقى اذا ممكن اقول كده الكود بتاعي مثلا 0EF7 ده معناته ايه معناته الزيرو الاولاني هيبقى عباره عن 0000 صح الكلام 0000 الزيرو الاولاني رايح للجي يبقى انا فهمت ان هو ايه دايركت ادريسنج 000 الاوب كود بتاع مين الان طيب اي اف 7 ده معناته ايه الادرس يبقى هنا لو بصينا على الكلام ده كده معناته ان البيت 0 اللي هو البيت بوزيشن 15 ب 0 متفقين يا رجاله الاوب كود بتاعي 000 يبقى ايه يا شباب للان يبقى فهمت دلوقتي ان الادرس اللي بيشاور على المكان بتاع الاوبرند ده هو اي اف كام يا جماعه 7 اي اف كام يا جماعه 7 اللي جواه اللي هتروح فين الداتا ريجستر طب افرض يا دكتور كان الرمز بتاعي كده 8 اي اف 7 نفهم 8 اي اف 7 يبقى انا كده فهمت ان جي هتبقى كام يا جماعه واحد معناها ان انا يبقى الادرس بتاعي اللي هو موجود في الادرس ريجستر اللي هو هيبقى كام اي اف 7 it is not an operand ده هيكون ايه ادرس يبقى اللوكيشن ده هو في ادرس ادينا مثال رقمي يا دكتور ارجع بقى للكلام اللي انا كنت بقوله اما كنا بنقول اما نيجي ناخد الادرس بتاعنا في البيزك كمبيوتر هناخد ال 12 بيت الاولانيين ونسيب الايه الاربعه الاخر فاكرين يبقى ايا كان هنا كان في ايه مش مهم او الليفت موست مش مهم هنا الايه يا جماعه الليفت موست لان مش دي التارجت بتاعي واصل يا شباب ولا مش واصل هيكون هنا مثلا وليكن اف 7 دي مثلا ده المحتوى هنا مش مهم ايه الرقم اهو عشان اريحك بس انا بقول لك مش ههتم بيه وليكن هنا 4 مثلا بس بقول لك الجانب ده انا مش ايه رد عليا مش مهتم بيه لان انا وانا بشرح في بدايه السيشن بقول لك انا عاوز اخد ايه ال 12 اللي موجودين في الرايت في الرايت مش كده يبقى اذا هيطلع هاخد من دوم اف كام اف 7 دي واضيف الحته رد عليا عشان ده ايه اندايركت عشان ده ايه واصبح ان ده بيشاور على لوكيشن تاني فيه الايه واحط فيه يبقى اذا سواء كنت بدات ب 8 اي اف 7 او 0 اي اف 7 اتمنى ان يكون الشرح واضح ولو مش واضح بالله بالله يبقى سواء كان الكود بتاعي بدا ب 8 مطبوعا بايه بادرس او 0 مطبوعا بايه بادرس فهو بيشاور على الان بس بيوضح لك طريقه التعامل مع الميموري او بمعنى ادق المود بتاع الادرسنج هل هو دايركت مود ولا اندايركت مود وصل يا شباب اتفضل حضرتك ده محتوى يا ابني 4 اف 7 دي ده محتوى الاربعه ماليش حبيبي انا دلوقتي بقول لك الميموري لوكيشن فيها ايه مثال رقم انا هنا كنت حاطط لك اكس 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 عايز اقول لك في ايه اكس 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 دي ايا كان المحتوى انا ما بعملش انكود لهذا المحتوى الكود اللي موجود في الانستراكشر ريجستر هو المحتوى ده 00 اي اف 7 ده الكود اللي هنا ده الانستراكشر ريجستر اللي انا بفكه بقى طبعا ده كان مش هيبقى مكتوب كده اي اف 7 كان هيبقى مكتوب الاي اللي هي 1110 الاف اللي هي 1111 السبعه اللي هي 0111
ده الانستراكشر اللي جاي لي في الانستراكشر ريجستر. وماله هنعيدها بقى ثاني الناس اللي نايمه على البيتجات. يبقى اذا هاخد البيت بوزيشن 15 كده انا عرفت ان انا دايركت ادريسنج. الكود ده هيعرفني ان انا اند. او لو كنت 8 بقى هنقول بقى في الاندايركت. الكود ده ايه ده؟ ده ميموري ادريس. هاخده واوديه فين؟ وفقا للديكودر بتاعي او لعمليه الديكود بتاعتي هودي هذا الجزء فين حته؟ مع الادريس ريجستر. مع وجود جي بيساوي صفر معناها ان الادريس ده افكتيف. يبقى اذا المحتوى اللي جوه ده اهو اوبرند. ايا كان الاوبرند بتاعي وليكن اكس 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 عشان ما حيرش حد معايا. يبقى هاخد المحتوى ده ايا كان وضعه واحطه في حته. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ الوضع الاخر حينما كنت اتحدث في الترم الاول كنت اقول لك يمكن ان يكون للانستراكشر الواحد اكثر من ماشين كود، لكن لا يمكن للماشين الكود الواحد ان يكون لاكثر من انستراكشر. صح الكلام ولا انا غلطان؟ هنا كذا الحال. هنا لو انا في الدايركت انت ليه تلزمني ان انا دايما في القاعده في الدايركت؟ هقول لك لا تقلق، لو انت مش في الدايركت هتبقى فين؟ في الاندايركت. يبقى الكود بتاعي بدل ما يبدا بزيرو هيبدا ب8. ليه؟ لان الجي هتبقى بكام؟ والكود بتاعي ما اتغيرش اللي هو المين؟ للاند اللي هو كام؟ زيرو 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 اللي هيفعل لي الدي نوت. يبقى سواء كنت دايركت او دايركت مين اللي هيتفعل؟ اللي هو بتاع مين؟ الان. لكن ايه اللي هيفرق؟ تعاملي مع الميموري. وصلت ولا لسه يا رجاله؟ فهنا في هنا بقى هيبقى في الاندايركت ادريسنج بتاعي هيبقى 8. خلاص فهمنا ان الجي بيساوي 1 وفهمنا الكود بتاعي بيساوي كام؟ وتفر. هنا بقى ايا كان بقى المحتوى اللي هنا اللي هو بيشاور عليه الاي اف 7 اللي احنا افترضنا ان هو كام؟ اف 7 كام؟ دي. هاخد 12 بت اللي ناحيه اليمين احطهم في الادرس ريجستر عشان احصل منهم على الافكتيف ادرس، صح الكلام؟ ثم هشاور بيه على مكان الميموري اللي فيه الايه؟ الاوبراند. هاخد هذا الاوبراند احطه في الداتا ريجستر. فهمنا يعني ايه يا جماعه ميموري ريفرنس انستراكشر؟ فهمنا يا جماعه؟ يبقى اذا هنا الكودز بتاعتي في حاله الدايركت هتبدا بزيرو للاند متبوعا بايا كان الادرس بتاعي وعليه هيبقى اللي بعديه كام؟ هيبقى 1 للاند. صح الكلام؟ يبقى اذا اللي بعديه هيبقى 1 ايا كان طبيعه الادرس. اللي بعديه هيبقى بدل الواحد هيبقى هنا ها رد عليا 2 0 1 0 0. صح الكلام؟ 2 ها صح الكلام؟ وضمت اللي هيفعله الرجول بتاعتي من الدي نوت للدي 6 فقط لا غير. يعني دايما الدي 7 بتساوي كام؟ رد عليا زيرو. لان 0 0 0 هيفعل الدي نوت، 0 0 1 هيفعل الدي 1، 0 1 0 هيفعل الدي 2، الى ان اصل الى 0 1 1 1 0 هيفعل الدي 6. انت هنا يا دكتور وقفت عند مين؟ اخر انستراكشر بتاعك اللي هو عند 6. صح الكلام؟ يبقى معنى كده ان في الميموري ريفرنس عشان لما يجي يصنف المايكرو كمبيوتر او الفيزيك كمبيوتر هيعرف منين اللي انا ميموري ريفرنس؟ لو انا هعرف انا كبيزيك كمبيوتر هعرف ان انا ميموري ريفرنس اما الاقي الدي نوت او الدي 1 او الدي 2 او ال 3 او ال 4 او ها او ال 6 احدهم هو اللي فاعل معناها ان انا ميموري ريفرنس. يبقى اذا عندي مين اللي حاجه هيتست السبعه ولا يتست واحد احسن؟ هيتست السبعه ولا يتست رجل واحده؟ واحده بس. يبقى طول ما الدي 7 بيساوي انا وصلت السكه؟ وصلت؟ لان الكود بتاعي هيبقى محصور من كام لكام يا حبايبي؟ من زيرو. يبقى الرجول اللي هتبقى مفعله هي مين؟ دي نوت لغايه الدي كام؟ 6. طب الدي 7 دوما في الميمو ريفرنس دوما بكام؟ بزيرو.
يبقى كل اللي هيعمله البيزك كمبيوتر هيجري بسرعه يتست الايه يا حسام الدي 7 لقاها بصفر يبقى انا ايه يا شباب؟ طب يا دكتور ما انت قلت لي احتمال يبقى اندايركت. احتمال يبقى اندايركت هقول لك ولا بأس. تعال نشوف وانا في الاندايركت ايه اللي هيحصل وانا في الاندايركت يا دكتور. بدل ما هبقى صفر هيبقى جيب واحد، هبقى كام؟ 8 ايا كان الادرس. برضو ما زال الديكودر بتاعي كام؟ 000 مع واحد هنا. صح الكلام؟ يبقى ما زلت برضو بفعل مين؟ دي نوت 9. يبقى ما زالت يجيب كام؟ يبقى اندايركت. بس دلوقتي اللي فعل الرجل رقم كام؟ يلا بقى دي واحد. طب ايه؟ يبقى هنا كده 0 1 0. يبقى انا هنا برضو ما زال الايه؟ الرجل كام؟ 2 مع بي سي دي اي كلهم لو بصينا للاي اخر حاجه اهي 1 1 1 0 اللي هو اخر الاستراكشر هو دي كام؟ دي كام يا جماعه اللي هتبقى فعال؟ هنا الاي 1 1 1 1 دي معناها 1 1 0 معناها الرجل. الكلام اتغير، ردوا عليا يا رجال. يبقى ما زلنا ومحصورين ما بين كم وكم يا جماعه؟ من الرجل مين للرجل مين؟ وما زال الدي 7 بكام؟ يبقى الدي 7 دوما بزيرو سواء كانت الجيب كام او بزيرو. يعني انا وانا في الميموري ريفرنس سواء كنت دايركت او اندايركت فانا دوما عندي الدي 7 بكام؟ بزيرو. وكده مؤشر للمايكرو كمبيوتر او للبيزك كمبيوتر ان يا مولانا انا شغال في الميموري ريفرنس انستراكشر. وصل ولا لسه؟ وصل يا رجاله؟ وهتعرف الكلام. طب انا عايز اعرف الانستراكشر من الرجول تيست، روح اعمل تيست على الرجول. دي نوت يبقى يلا، دي نوت يبقى دي 1 دي 2 لود اند سو اون. يبقى هنا الاقي بقى هنا الرجول بتاعتي اند انستراكشر اد انستراكشر لود اكيوميليتور. لود اكيوميليتور يعني ايه يا دكتور؟ يعني خد الداتا اللي موجوده في الميموري ادرس ريجستر حطها في الداتا ريجستر، ومن الداتا ريجستر حطها في الاكيوميليتور. ده معنى كلمه لود. لانك لو انت ذكي وانت كذلك الحال ذكي بطبيعه الحال صفه واسما، هنا هتلاقي عندي ان الاكيوميليتور مش متصل بالكومن بس از انبوت، بس بياخد من مين؟ رد عليا، ابقى اعرف الاسابس الراجل وافهم ازاي بيعمل الديزاين، ما تهبتش. هنا الاكيوميليتور مش واخد من الكومن بس حاجه، بس واخد من مين؟ بس انا عايز اعمل لود لمحتوى موجود في الميموري في الاكيوميليتور، يبقى هودي لمين الاول؟ والداتا ريجستر ودي لمين؟ للاكيوميليتور. فعشان كده دي العمليه بتاعت اللود. طبعا كل عمليه هشرحها بالتفصيل وهعرفك الديزاين بتاعها ازاي، لكن بوديك فكره مؤقته دلوقتي. كذا الحال ستور اكيوميليتور، يبقى محتوى الاكيوميليتور حطه في الايه؟ في الميموري ريفرنس. يبقى هنا ده معنى الستور، معناها ان محتوى الاكيوميليتور وديه في الميموري ادرس ريجستر. واحد هيقول لي يا دكتور انا مصحصح لك ازاي؟ ده انت بتقول ان لازم الداتا ريجستر هي تدي، انا قلت تدي للاكيوميليتور، بس لو بصيت هنا هتلاقي ان الاكيوميليتور ممكن يدي لمين؟ للكومن باس. صح الكلام يا حبايبي؟ يبقى دي ممكنه، بس في اللود ايه؟ مش ممكنه. وصل يا شباب؟ يبقى اربط على طول الديزاين بالاستراكشر اللي هو حاطه. يبقى ده اسمها الميموري ريفرنس. يبقى احنا عندنا كام امر ليه دلوقتي؟ 7. طيب ايه تاني يا دكتور؟ في عندي حاجه تانيه او تصنيف تاني عايز يزود الانستراكشر، فقال لك خلاص كده انا خلصت الميموري ريفرنس. طيب قال لي انا هعمل ايه بقى؟ قال لي انا خلاص هنتهي علاقتي بالميموري وابدا احط اوامر مرتبطه بالريجسترز، فاصبح يبقى عنده اختيار تاني اسمه ريجستر ريفرنس انستراكشر.
اسمه يا جماعه ريجستر ريفرنس. ايه الريجستر ريفرنس ده يا دكتور؟ زي مثلا الاوامر بتاع الريجستر ريفرنس، كلير اكوموليتور ده مرتبط بالاكوموليتور، كلير اي فلاج دي مرتبط بالاكستندد فلاج اللي معاه اللي هي اللي بنحط فيها الاوتبوت بتاع الكاري. في عندي بعد كده كومبلمنت اكوموليتور، كومبلمنت اي فلاج. يعني ايه كومبلمنت اكوموليتور يا دكتور؟ كل الكلام ده هنشرحه بس انا بدي لك مثال. كومبلمنت اكوموليتور معناها ان انا بجيب الوانز كومبلمنت المحتوى الاكوموليتور، ده معنى كلمه كومبلمنت اكوموليتور. يعني البيت اللي هتكون زيرو هتبقى واحد، البيت اللي هتبقى واحد هتكون ايه؟ زيرو. كومبلمنت اي فلاج يبقى الاي فلاج لو سيت هخليها ريسيت، ولو سيت ريسيت هخليها سيت، وهكذا. جاب لي 12 امر اخرهم الهالت. ايه الهالت ده يا دكتور؟ الهالت ده زي ايه؟ ان انا بوقف جهاز الكمبيوتر بدون استجابه، زي ما كده انت بتقول الجهاز هنج. بوقف استجابه الكمبيوتر لتنفيذ الاوامر. ده معنى كلمه هالت. طيب دي هيعملها ازاي يا دكتور؟ قال لك بقى خلاص انا دلوقتي عرفت ان من الدي نوت للدي 6 مخصصه لتفعيل الريجستر الميموري ريفرنس انستراكشن. حد معترض؟ قال لك بقى انا هفعل الرجل السبعه، هفعل الرجل الايه؟ السبعه. عشان افعل الرجل السبعه لازم الكود ده يكون كام؟ لازم يكون الكود ده كام؟ ردوا واحد واحد واحد. حيل. قال لي بقى انا دلوقتي لو انا عايز بقى في نوع ثالث هيسميه الانبوت اوتبوت ريفرنس. فقال لي بقى هبص هنا، هدوما في حاله الريجستر ريفرنس دوما الجي هتبقى بتساوي صفر. اوعى تقول لي معناه ان انا هبقى شغال ايه؟ داير. يا حبيب قلبي انا مش متصل اصلا بالميموري ولا بتعامل مع الميموري. في الريجستر ريفرنس انا انهيت علاقتي طلاق بائن بالميموري، ماليش دعوه بيها، معاه ماليش ارتباط بيها. انا بقيت ارتباطي بمين؟ بالريجستر. كومبلمنت اكوموليتور ده ريجستر اللي علاقته بالميموري، كلير اكوموليتور، انكريمنت اكوموليتور، كومبلمنت للاي فلاج، كلير للاي فلاج، ايه علاقتها بالميموري؟ ردوا على هاي يا حبايبي. يبقى اذا لما اقول جي بتساوي صفر مع دي 7 بتساوي واحد، فهمتوا يا شباب؟ دي معناها ان انا ريجستر ريفرنس انستراكشن. اما ما يبقى دي نوت، دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6، كل دي بتقول ان انا ايه؟ ميموري ريفرنس. يبقى الجي دايركت اندايركت لان الميموري طرف. اول لما اتكلم دي 7 يبقى انا ماليش علاقه بمين؟ ما تجيش على لساني. فما اقول جي بتساوي زيرو نو مينينج، مش معناها دايركت ولا معناها اندايركت. ليه؟ لان انا ليس لي علاقه بالميموري وليست الميموري طرف في العمليه بتاعتي. وصلت ولا لسه يا شباب؟ عشان كده هتلاقي ايه؟ دوما الكود هيبقى بادئ بسبعه بس، ومالوش اندايركت ومالوش دايركت، لان مفيش معنى هنا للدايركت ولا للاندايركت. طب بدا بسبعه، طب والاوبريشن بتاعتي هتتم ازاي؟ هل استطيع ان انا اسمي دي ميموري ادرس؟ عايز رد صاعق منك. هل استطيع؟ ليه؟ لست من الاوامر الخاصه بالتعامل مع الميموري. مال دي يبقى ايه يا دكتور؟ دي الاوبريشن. حته حلوه، فهمنا بقى ايه الاوبريشن دي. هقول لك انا عندي كام بت هنا يا شباب؟ عندي كام بت؟ 12. هيجي عند البت بوزيشن 11 ويعمل له سيت والباقي كله صفار. يبقى لما يبص هيعمل تيست فقط على البت بوزيشن اللي في ال 12 بت دول. لو لقى ان الكود 7 والبي 11 هي اللي ايه؟ اللي هاي، بمعنى ان يبقى هنا الكود 8 كده، لان 1 0 0 ادي 8،
والباقي كله هيبقى ايه؟ اصفاء. هيبقى الكود بتاعي عامل كده 7800. What it means؟ 7 هتفعل لي الرجل رقم 7 دي 7 صح الكلام؟ الزيرو الواحد ده هو الاولاني ده في 12 بت 1 0 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 مش ده الكود؟ معايا؟ يبقى اذا هياخد ده بكام؟ ب 8 دومت بكام؟ ب 0 ده بكام؟ ب 0 وهنا كان قبليه كام؟ 7. يبقى البيت بوزيشن هتبقى هي اللي بتشاور على الامر. يبقى البيت 11 تشاور على الكلير اكوموليتور. طب لو انا عايز اجيب كلير ايه؟ اي فلاج. لو عايز اعمل كلير اي فلاج يبقى البيت 11 هتبقى فاعله؟ لا، هيبقى دي بكام؟ ويفعل الايه؟ يبقى هنا هتبقى 7400 الكود بتاعها. واصله؟ اتفضل يا حبايبي. عندي 12 امر. طيب اللي بعديه ها دي هتبقى فعاله؟ رد عليا، هتبقى دي بكام؟ ودي اللي هو رقم كام ده؟ يبقى 2 4 2 7 سوري 7200. طبعا هيكسر. طيب اللي بعديها هيبقى ايه؟ دي بزيرو. يبقى مين اللي ايه؟ ها؟ يبقى كده عندي كود واحد بس انا غيرت الاوامر من خلال البيت بوزيشن. يبقى عندي امكانيه ان انا اعمل كام امر؟ 12 امر. يبقى انا كنت عامل 7 اتبعتهم بكام؟ ب 12. اتبعتهم بكام يا جماعه؟ ب 12. يبقى اذا الكود اللي بعد كده منكم يقول لي، حد هيقول لي كام يا جماعه؟ يمكن ايا كان الامر كام؟ الله عليك. 7 0 ها 8 0 بعدين 7 0 4 0 بعدين 7 0 2 0 7 0 0 1 2 0 خلاص خلصنا. وصلت 7 0 2 0 7 0 0 1. طب بعد كده 7 0 0 8 7 0 0 4 and so on لغايه ما اوصل للباب. وصل يا شباب؟ وصل يا حبايبي؟ لغايه ما اوصل لاخر حاجه، اخر امر اللي هو بتاع هالت. هيبقى كام يا حبايبي اخر امر هنا؟ هيبقى اخر واحد. ها؟ 7 0 0 ها؟ 1. وصلت؟ يبقى الكود ده ايا كان لما يخش هنا هيبقى ده هيوضح لي ان دي 7 هتبقى بكام؟ ب1. ومن خلال البيست تيست اللي هي في الاوبريشن يبقى دي هنسميها الاوبريشن مش الادرس. ولا هنسميها ادرس؟ اوبريشن. الاوبريشن بتاعتي كومبلمنت اكوموليتور، كلير اكوموليتور اند سو اون. كده بقى عندي كام يا حبايبي؟ 12 مع يبقوا 19. طيب ايه تاني يا دكتور؟ قال لي ونختم بقى. قال لي كمان هيبقى عندي انبوت اوتبوت انستراكشر ريفرنس، اوامر مرتبطه بقى بالاوتبوت ديفايس والانبوت ديفايس، زي الانبوت وزي الاوتبوت انبوت كاركتر والاوتبوت كاركتر والحاجات دي، دي كلها اوامر. زي مثلا عندنا هنا اقراها لك، زي مثلا الامر انبوت والامر اوتبوت والامر اسكيب اند انكريمنت، يعني اكتبهم لك وهشرحهم لك في المره اللي جايه. اللي هو الامر انبوت، امر اسمه اوتبوت، اسكيب نيكست انستراكشر، دي امثله للاوامر اللي هو افتكرها. اللي هو الانبوت معناها ان هطلع كاركتر على الفلي فلو، هستقبل قصدي كاركتر من الكيبورد اللي هيروح للانبوت ريجستر، فاكرين؟
واللي انا بعد كده هبعته على الايه؟ على الاكوموليتر. لو فاكرين الكلام اللي كنت بقوله ده اوتبوت، معناها ان الكاركتر بتاعي هطلعه على الاوتبوت ريجستر اللي هو موجود هنا. فاكرين يا شباب دي الاوامر بتاع الانبوت والاوتبوت. ده هنا بيقول لي اسكيب. اسكيب يعني ايه؟ تجاهل تنفيذ النكست انستراكشر طبعا بشرط معين هنعرفه، وهكذا بقيه الاوامر الانتربت، ان انا بفعل الانتربت او اوقف الانتربت. دي قضايا هنشرحها بالتفصيل في السيشن اللي جاي، لكن في النهايه عندي ست اوامر. هجيبهم منين الست اوامر دول؟ الكود بتاعهم بقى هيبقى ايه؟ دي سبعه برضو ما زال فاعله. ايه الحاجه اللي ممكن يغيرها؟ الجي. يبقى الجي هنا هتبقى بكام يا حبايبي؟ يبقى اما يلاقي الدي سبعه هاي والجي بواحد، اوعى تقول لي ان الجي بواحد معناها اندايركت يا حسن، لان طالما دي بسبعه ما عادتش ايه؟ ميموري ريفرنس. اصبح ان دايما الاوامر دي هتبدا بايه يا جماعه؟ بايه يا شباب؟ وبنفس التكنيك اللي كان مطبوع معاه، ويبدا يبص على مين يا جماعه؟ على دي. يفعل اول بيت، يبقى اول بيت هتبقى بكام؟ 8 0 0 4 0 0 2 0 0 فاكرين كلامنا؟ اف ها 1 0 0 بعد كده اف 0 اف 0 كله يبدا خلاص شباب معايا؟ يبقى هيبدا باف، واصبح كده هو كان ممكن يزود ل 12 بيت كمان، 12 امر كمان، بس هو اكتفى بكام؟ يبقى كان ممكن يوصل 12 في ايه؟ في الانبوت اوتبوت انستراكشر، و12 في الريجستر ريفرنس، و7 يبقى كام؟ 31 انستراكشر، بس هو اكتفى ب 25 انستراكشر فقط. لاجي اللي هم 25 اللي هم مين؟ السبعه دوم مع ال 12 دوم مع الست دوم يعملوا لي كام يا جماعه؟ 25 انستراكشر. هختم بمثال صغير في ثلاث ثواني، ازاي اعمل هالت يا دكتور عشان ابلور لك بقى الفكره كلها في الكنترول انستراكشر عشان ما ارجع لهاش تاني، وابدا اعمل ديزاين بقى للبرنامج بتاعي ده او للكمبيوتر بتاعي ده. يعني ايه كلمه هالت يا دكتور؟ تعالى اديك بس اللي اختم بالحته دي، لان انا مش موجوده في المراجع، فانت لازم تفهمها من المينتاليتي. نعم حضرتك. الهالت يعني ايه يا شباب؟ ان انا عايز اوقف الاستجابه. كمبيوتر هنج قاعد تخبط على الكيبورد مش بيعمل لك، اسكيب مش بيعمل لك، صح الكلام؟ ايه الحاجه اللي هذا اللي قدامك؟ تطفي الجهاز. ويمكن ساعات كمان الباور بيعلق، لازم تشد الفيشه. شد الفيشه. احنا كلنا دلوقتي هالت يا دكتور. انا بعتمد على ثقتي فيك. طيب هو يعني ايه هالت يا دكتور؟ قلنا بوقف استجابه الكلام ده مش موجود في الكتاب ولا في المرجع. افهم ازاي تشغل ده اهو عشان توصل لمعنى الراجل اللي هو عايز يوصل له. هالت معناه ايقاف استجابه الجهاز للاوامر او لتنفيذ الامر. هقف عند مرحله كده ومش هعمل حاجه. طيب حضرتك فاكرين معايا مع بعض كنا ازاي بننقل الامر بتاعنا وبنتحرك فيه ازاي؟ بالطيب. قلنا ايه؟ انا عندي التي نوت هتخليني اعمل اجراء. طب لو انا جيت عند التي نوت ورحت موقف الكاونتر هيعمل الخطوه اللي بعدها؟ هيفضل واقف عند ايه؟ انقل محتوى البروجرام كاونتر في الادرس ريجستر ومثبت نفسه. فاكرين سؤال لمحمد؟ محمد مش كده؟ اسامه. فاكرين اسامه لما كان بيقول لي هو انا شغال على الماستر كلوك؟ قلت له مش على الماستر كلوك، وفي نفس الوقت مش الكلوك بس، ده الكلوك والاداه بتاعت التفعيل بتاعها اللي هي انكريمنت او كلير او ما شابه او اللود او ما شابه. يبقى اذا لو انا وقفت التايمنج هقف عند مرحله الفيتش، عند مرحله ان انا البروجرام كاونتر في الادرس ريجستر بس. طب لو انا عندي تي 1 رحت واقف
هقف عند نقطه ان انا نقلت الانستراكشر في الانستراكشر ريزيستر وزودت البروجرام تون كاونتر وقفت عند كده. مش هقدر انفذ اللي بعدها لما اتنقل للتي 2. واصله يا رجاله؟ بالله عليك تفاعل. واصله يا رجاله؟ حلو الكلام. طب اعمل هالت ازاي يا دكتور؟ وقف السيكونس كاونتر. طب وقف السيكونس كاونتر ازاي؟ حد عنده معلومه ازاي وقف السيكونس كاونتر؟ اوق لا ها الغيله للماستر كلوك، اوقف الكلوك لان انا قلت ان انا هغير الاستيت بكم امر، بكم حاجه، الانستراكشرز بتاع انكريمنت او ديكريمنت هتعمل 0 و1 مش عارف اغير فيها حاجه، او 0 هخليها 1 او لو انا خليها 0 مش هتعمل معاها حاجه. لكن ايه اللي هيخلي الكمبيوتر الكاونتر يتكلبش؟ مش هوصل لك البوست في ايدي يا غالي، فاهمين يا شباب؟ طب ازاي الكلام ده يتم؟ تعال نبص مع بعض وقاعدك مش هتتجاوز الثلاث اربع دقايق، بس عدني انت كمان اللي انت ايه تشغل الفهامه معاك. شفت انا مساحه حته صغيره اهي. اولا الامر هالت مع انه انا بس حريص ليه ان انا اعمل الديزاين ده؟ عايز اشبك لك الشبكه بتاعت الهاردوير مع الديزاين مع المعلومات الذهنيه. الامر هالت ميموري ريفرنس انستراكشر ريفرنس انبوت اوتبوت ريفرنس. جاوب. ها انستراكشر ريفرنس معناها الدي 7 بكام والجي؟ ردوا كلكم. والدي دي 7 بكام؟ بواحد. يبقى اذا دي 7 لازم تكون هاش، الجي لازم لو. طيب فاكرين يا جماعه كنا بنبدا التنفيذ عند تي كام؟ تي نوت للفيتش، تي نوت وتي 1 للمين؟ للفيتش. دي 2 لمين؟ الاكسكيوت بيبدا عند كام؟ يبقى الكلام ده عند تي 3 يطلع لي سيجنال. خد بالكم دلوقتي اهو لسه ما عملتش اي ايه حاجه، لسه ما عملتش اي ايه يا جماعه حاجه، بس ربطت الكنترول اند تايمينج. يبقى عند تي 3 اللي هي لحظه التنفيذ يا ديكودر يا قصدي يا كمبيوتر، حضرتك طبعا بتقوم بدور البيزك كمبيوتر. انا خلاص جات لي الكلوك تي 3 اللي هنفذ فيها انا عند الانستراكشر بتاعي اللي هو هالت. يبقى اذا لازم تكون الرجل 7 هاي. ليه يا عم؟ اصل انا عايز اقول للجهاز بتاع حته الحديده ان انا هنفذ امر من اوامر ريزيستر ريفرنس انستراكشر مع جي بتساوي زيرو. الكلام ده يخش هاردوير ازاي؟ طبعا انا مدخل الكلام ده على ان، يبقى الجي هنا بتساوي كام يا حبايبي؟ زيرو. والدي 7 هنا بكام؟ والتي 3 هتبقى بكام؟ يبقى واحد واحد واحد، يبقى هنا بكام؟ واحد. حلو الكلام. وبعد كده هياخد الرجل رقم كام من هنا؟ ده الرجل اخر امر اللي هو كانت الرجل رقم كام دي؟ بي زيرو. بي كام؟ زيرو. اما قلنا ان كل ده هيبقى اصفار، واخر امر اللي هو رقم 12 هيبقى البي نوت بكام؟ بزيرو. هيقوم واخد البي نوت كمان معاها هنا اهو اند كده. في اي مشكله كده يا جماعه؟ يبقى اتحققت كل الشروط الممكنه ان اتحقق. واحد ان انا ده مع ده ريجستر ريفرنس انستراكشن اللي هي دي 7 بواحد وجيب كام يا حبايبي؟ بزيرو. في تايمنج قدره يبقى انا داخل في مرحله الاكسكيوشن وليست الفيتش ولا ها الديكود، لان انتوا لسه قايلين ان الاكسكيوشن بيبدا من التي كام؟ 3. يبقى تي 3 وصلت؟ اداني دي بكام؟ مع بي نوت. البي نوت امتى هتبقى بواحد؟ مع مين بس؟ مع الهالت. غير كده هتبقى بكام؟ فاصبح ان البي نوت كمان بقت بواحد، يبقى السيجنال دي بكام؟ بواحد. فاكرين الماستر كلوك؟ اللي هي اهي
لا مش بقى مش كانتش هنا، كانت في الرسمه اللي انا مسحتها. فاكرين الماستر كلوك؟ يبقى هاخد البتاع ده اندد معاه ادى الاوسيليتور اهو يا جماعه اللي بيطلع لي الماستر كلوك. اللي بيطلع لي الايه يا جماعه؟ الماستر كلوك. في حد عنده اي مشكله لغايه دلوقتي؟ سوري انا اسف. الماستر كلوك هتيجي دلوقتي ده اهي. ادي الفلي فلوب بتاعتي هجيبها من النوع الجي كي، وادي الماستر كلوك بتاعي. مكمله معايا خد بالك. طبعا فاكرين الجي كي؟ الجي كي لها ايه؟ ست وريست والتوجل. فاكرين الكلام ده؟ لو ناسينه مش مشكله. الجي اما تبقى بواحد مع كي بتساوي صفر معناها ريست، معناها قصدي ست، يبقى خارجها اللي هي الكيو ان بيساوي واحد. طبعا الكلام ده كان في السنه اللي فاتت. الجي لو بصفر مع الكي بتساوي واحد معناها الريست اللي هي الكيو ان فيها بتساوي زيرو. خلاص يا جماعه فاكرين الكلام ده؟ هنا هقوم واخد الاوتبوت ده اهو، هقوم مدخله هنا اهو على الكي مباشره، وهنا اهو نط على الجي. كده انا بخلي الفليف لوب ايه؟ ها؟ ردوا مره كلام كده. الكي بقى بكام يا حبايبي؟ والجي؟ اهو. يبقى الكي هنا الكيو ان بكام؟ اندد مع مين يا حبيبي؟ مع الماستر كلوك. بقى كده كام؟ وادى السيكونس كوانتر بتاعي وادى الكلوك بتاعتي. يبقى انا كده وقفت مين؟ السيكونس كوانتر. من تاني؟ اشرحها لك تاني بسرعه ونقفل السيشن بتاعنا. ادى السيكونس كوانتر اهو. وادي الكلوك بتاعتي، ودي اطراف بقى الانكريمنت والايه والكلير. ادي الانكريمنت وادي الكلير وادي الماستر كلوك بتاعتي اللي هدخلها من الاند جيت دي. طبعا لو الاند جيت ديت الكيو ان بواحد هيبقى الكلوك هتمر. كلوك ايه؟ رد عليا، هتمر. طيب هنا الامر هالت، اتحقق مع دي 7 بتساوي 1، مع جي بتساوي 0، مع تي 3 بتساوي 1، خارج الاند جيت بقى بواحد، مع بي نوت بواحد. ليه؟ لان دي اخر واحده اللي هتدل على تنفيذ الامر هالت. يبقى خارج ده هيبقى بواحد. يبقى هنا دي بكام يا جماعه؟ بواحد. الواحد دي خلت لي وصلتها على الكي مباشره، خلت لي الكي بكام؟ والجي كي بواحد وجي بزيرو، معناه ان انا بعمل ايه؟ يعني الكيو ان هتبقى بزيرو. اندد، دي اند مش اور. اندد مع مين؟ يبقى خارج الاند كام؟ يبقى اذا الكلوك سيكونس كونتر ده هيكيله بوزيتيف ايدج. ها؟ هيغير الاستيت؟ لا، يبقى هيقف متكلبش عند الوقفه اللي وقف عندها. يعني لو الكونتر بتاعه مطلع العده 4، العده 2، هيفضل في العده 2، معناه انه هيفضل في الديكود ومش هيتنقل، او في اي مرحله ومش هيتنقل. ليه؟ لان انا وقفت الكلوك بتاعته. وصلت يا شباب؟ طب افرض الامر ده مش هيتحقق. الامر ده يتحقق مره واحده بس، اما يبقى البي نوت بكام؟ بكام؟ بواحد. طيب مش هعمل هالت، البي نوت هتبقى دايما بكام؟ رد عليا، بزيرو. يبقى خارج الاند دي بجاب بكام؟ يبقى دي بكام؟ وده بكام؟ يبقى الكيو ان هنا بكام؟ يبقى الماستر كلوك ها هتعدي، يبقى السيكونس كونتر هيبدا يشتغل. وصلت يا شباب؟ عرفتوا ازاي اعمل هاردوير؟ كده المفترض ان انت دلوقتي بقى عندك عمق في مفهوم كلمه التايمنج مع الكنترول.
وصلت يا شباب؟ والمفترض كده ان انا بقيت افهم يعني ايه، انا بختم يعني ايه انستراكشر سيت. طبعا ما كانش عندك تصور ازاي الراجل ده هيوصل من تخيلك ان يبقى اقصى عدد 8 في الانستراكشر وصل لكام؟ ل 25، وقد كان ممكن يصل الى 31 انستراكشر. يبقى شفت فلسفه الراجل. يبقى احنا دلوقتي احنا بنتكلم في الكمبيوتر اورجنايزيشن، اتكلمنا على الانترنال ريجستر وقلنا ان هي مش حفظ، ده فهم مرتبط بالهاردوير. يبقى لازم تكون دي شغاله هاردوير ديزاين وانت شغال بتقرا. يبقى اربط بقى الكباسيتي بتاعت الميموري مع الداتا باس مع الادرس باس مع الكلام ده كله. واصل يا رجاله ولا مش واصل؟ يبقى ايه؟ اذا انا فهمت الانترنال ريجستر. تاني حاجه التايمنج اند كنترول استراكشر، كل يوم بتك على كلمه تايمنج اند كنترول استراكشر اهو، فهمنا ازاي الامر هيتنفذ. ده مثال معايا بتايمنج وكنترول استراكشر. فهمنا ازاي يعمل انستراكشر سيت، الراجل ده كتب الكود بتاعه ازاي، حط الاوامر ازاي. يبقى كل من الكلام ده هيتفصل بالتفصيل. ابتدى من المحاضره الجايه نبدا مرحله الديزاين. هنبدا نعمل ديزاين للارثمتيك لوجيك يونت، ديزاين للارثمتيك للادرس ريجستر، ديزاين للاكوميليتور، كل الكلام ده هنعمل له ديزاين عشان بعد الثلاث محاضرات هقول لك توكل على الله حط الديزاين بتاعك.